بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طاهر الطاهر، مقدم هذه الدورة أو هذا الكورس عن أساسيات المحاسبة وضريبة القيمة المضافة، برضو أساسيات ضريبة القيمة المضافة، وبعدين نصل إلى الفاينانشال ستيتمنتس أو التقارير المالية. الكورس يعني هو مصمم على أساس أنه نبتدي مع المحاسبين الجدد مثلاً أو الخريجين أو حتى الطلاب اللي معلوماتهم عن المحاسبة غير راسخة ومحتاجين إلى مزيد من الشرح خطوة خطوة إلى أن يتمكنوا من معرفة الأساسيات الخاصة بالمحاسبة، لأنه في أشياء أساسية لابد من أن الواحد يستوعبها ويفهمها قبل ما يبتدي شغل، لأنه إذا ما عرف الأساسيات دي بعدين في الشغل بيكون شوية بيواجه مشاكل، وقد ما يعرف أنه كيف يحل المشاكل دي، خاصة إذا كان المحاسب لوحده في الشركات الصغيرة خاصة يعني، فحيضطر يسأل كل مرة، فلا بد من أن الواحد يلم بالأساسيات. وإذا ألم بالأساسيات بعد ده بقية التفاصيل الأخرى بتكون سهلة والحصول عليها ما بتكون صعب كتير يعني. فلذلك فكرنا في تصميم هذا الكورس اللي إن شاء الله يكون مفيد بالنسبة لكم. وزي ما قلت احنا بنبتدي خطوة خطوة، بنبتدي مع الناس اللي ما عارفين حتى محاسبة خالص، بنعلمهم شنو هي المحاسبة، بعدين بنمشي شوية شوية إلى التقارير المالية، إلى الميزانية العمومية وتحاليلها وبنودها وتحليل بنودها، حساب الأرباح والخسائر، التدفقات النقدية، كل التقارير المالية اللي معروفة أو حتى مش معروفة حتكون معروفة إن شاء الله من خلال هذا الكورس. بنخش بتفاصيلها وعلى أساس أن الناس تفهم كل بنود التقارير المالية معرفة تامة. أوكي، يعني سامحون الناس اللي عارفين محاسبة إذا شعرتوا أن الكورس بيبتدي بأساسيات يعني بالنسبة لكم أنتم قد تكون يعني معلومات يعني مش مهمة، قد ما تكون مهمة يعني، لكن احنا برضو بنستهدف الناس اللي ما فاهمين محاسبة او اللي معلوماتهم في المحاسبة ضعيفة، بنحاول نوريهم المحاسبة ونعلمهم المحاسبة من اساسها بحيث انهم ان شاء الله ما يواجهوا مشاكل اذا كانوا طلاب او اذا كانوا موظفين. طيب، اسمي طاهر الطاهر زي ما ذكرت في البداية، وأنا حاصل على CPA و IFRS Kit، هو مستوى من مستويات الـ IFRS Education، تخرجت من معهد الكليات التكنولوجية سابقا في السودان، مراجع في مكتب محسي وأزهري صديق وشركائهم، وكذلك فاينانس مانجر في العيسى كومباني في الرياض، وفاينانس مانجر كذلك في كينغدم هولدنج كومباني، وكونسلتنت اخيرا في الشركه العربيه للاستثمار في مملكه البحرين من 2009 الى 2016. من بعد 2016 اي استابليشت ماي اون بزنس، يعني اسست عملي الخاص في مجال الاستشارات والانظمه المحاسبيه، وكذلك باسم SEC Best أو Arc Best، وأسست كذلك نفس الاسم في السودان كاسم عمل، وين يعني بدأ العمل بس أونلاين حاليا، ومن ضمن أعمال Arc Best السودان هو الكورسات اللي بنقدمها حاليا إذا كانت في المحاسبة أو في CPA أو في CMA. طيب، شنو هي الـ Objectives؟ Let's speak in English first بعدين we translate what we say in English into the R language. لأن واحدة من أهداف الكورس
إنه نقوي لغة الناس الإنجليزية ويعرف المصطلحات اللي خاصة بالمحاسبة، يعرف المصطلحات الإنجليزية وشنو مقابلها في اللغة العربية. فكل شيء في الكورس بيمر عليكم بيكون مترجم إلى اللغة العربية. الكورس نقدر نقول إنه بايلينجوال، معناها يعني ثنائي اللغة، لغة إنجليزية ولغة عربية في نفس الوقت. ما بنقول إنه الكورس إنجليزي باللغة الإنجليزية ولا بنقول الكورس باللغة العربية، إنما بنقول إنه الكورس بايلينجوال. فبنستخدم اللغتين لأنه برضو عايزين الناس يفهموا المحاسبة باللغتين فهم سليم وفهم صحيح إن شاء الله. فwe guarantee يعني objectives of the course, we guarantee that the attendees will become, or the attendee will become a good bookkeeper regardless of his or her position. If you are an accountant, if you are a finance manager, if you are an accounting manager, a CFO, whatever position, you need to be a good bookkeeper. You need to know the debit and credit because this is a basic of accounting. So you need to know that very well, actually. From in this course, you're going to learn that, to learn the debit and credit. This is why I said that we'll start from the basics of the accounting. فالمنتسب لهذا الكورس سيكون محاسبا جيدا بصرف النظر عن وظيفته في مقر عمله، زي ما ذكرت انه كل شيء ان شاء الله باللغه الانجليزيه حيكون مترجم في المقابل باللغه العربيه. فانت كمحاسب بصرف النظر عن وظيفتك، هل انت محاسب؟ هل انت محاسب تكاليف؟ هل انت مدير مالي؟ whatever position. هل انت مراجع داخلي؟ هل انت مراجع حتى برضو كمان؟ انت لازم تعرف محاسبة بشكل سليم، لازم تعرف محاسبة بشكل سليم. Attendee will be able to easily understand and book يعني record different types of financial transaction. فانت كمنتسب لهذا الكورس يعني هتفهم، اذا ما كنت فاهم قبل كده يعني ان شاء الله هتفهم شنو هي المعاملات المالية، وتفرق بين المعاملات المالية والمعاملات غير المالية. اوكي، فلانه في معاملات هي يعني تظهر كأنها مالية لكن هي في يعني في الحقيقة ليست معاملات مالية، ولا تستلزم يعني financial transaction تستلزم نتعمل قيود محاسبية. I shifted into Arabic quickly actually. سيتمكن المحاسب لهذا الكورس بسهولة من فهم قيود المحاسبية لمختلف أنواع المعاملات. Okay. فأنت هتفهم، هتقدر تفرق من خلال بعد الكورس إن شاء الله أو في أثناء الكورس، تقدر تفرق بسهولة ما بين المعاملة المالية والمعاملة غير المالية. المعاملات المالية تتطلب financial transactions, financial accounting entries، تتطلب قيود مالية أو قيود محاسبية. أما المعاملات غير المالية لكن لها علاقة بشكل أو بآخر بالبزنس غير مالية تتطلب قيود محاسبية. When working on electronic systems, accountant knows where the debits and credits go in the books. لو شغال على سيستم زي ما حنشتغل إن شاء الله على سيستم من خلال هذا الكورس نفسه، حنكون شغالين على سيستم اسمه Manager.io. فأنت لو شغال على سيستم محاسبي، معلش لو سمحتوا المايكات قفلوها إذا أمكن. لو شغال على سيستم محاسبي، احيانا السيستم بيقوم بعمليات محاسبيه اللي هي financial transactions. Sometimes the system will do the financial transactions, the debit and credit, but you will not see that in the system itself while you are working on it. As an example,
you issued an invoice. So when the invoice is issued, the system will automatically do the debit and credit. Let us say that the invoice is for 500. 500 riyal, $500, أي عملة. Okay. It was paid in cash. If it is paid in cash, the system will automatically credit the sales and debit cash. You will not see that. لكن لما تكون أنت بعمل قيد محاسبي هنشوف إنك بتين بتكون بعمل قيد محاسبي. When you do the journal voucher, when you do the journal voucher, then you must identify between the debit and credit. You must know which account should be debited and which account should be credited. Okay. فواحدة من الأهداف, one of the objectives, واحدة من الأهداف إنه نقول لك إنه في العمليات المالية المختلفة اللي بتتم من خلال السيستم زي فواتير المبيعات, زي فواتير المشتريات, زي مثلا دفع الرواتب, زي عمل payment, عمل receipt, يعني تعمل عملية بتاع الدفع يعني, أو عملية بتاع استلام نقد. في كل العمليات دي أنت لازم تعرف كمحاسب, أنت لازم تعرف الديبت, إيش هو الديبت وإيش هو الكريدت. أنا عملت يعني اختبارات لعدد من المحاسبين, بعضهم شغال عدة سنوات, 3 4 5, أكثر من 5 سنوات شغالين محاسبين, فعملت لهم أكثر من مرة يعني اختبارات لغرض انترفيو, لغرض اختيار محاسب معين لوظيفة شاغرة في مكان ما. فبسلمهم الامتحان على الورق, يعني امتحان ورقي وليس إلكترونيك. بديهم عمليات محاسبية بسيطة جدا زي ما هنشوف اليوم إن شاء الله. هنشوف العمليات, بعض العمليات المحاسبية, بعض العمليات المالية. بعطيهم عمليات مالية وبطلب منهم إنهم يقوموا بعمل الجيرنال فاوتشرز بالنسبة لها, يعملوا عملية الديبت والكريدت, يعملوا الأكاونتينج إنتري. الأكاونتينج إنتري أوكي اللي هو القيد المحاسبي. فكثير منهم بيفشلوا وما بيعرفوا, مع أنه الأسئلة سهلة جدا وبسيطة, ما بيفهموا إيش يعني which account should be debited and which which account should be credited. Sometimes they reverse. الديبت بروح كريدت, بيعملوا كريدت والكريدت بيعملوا الديبت. إذا أمكن بس قفل المايكات. إنه إذا قفل المايكات إذا أمكن. So they don't know actually where the debit. Priyansi, are you with us? Can you hear me, Priyansi? Can you mute your okay? Thank you. So they don't know where the debits and credits go. We have معانا بعض الناس يا جماعه هنا في الكورس ما بيعرف اللغه العربيه, فبضطر اتكلم بالانجليزي وبعدين اترجم بالعربي. So this is one of the objectives that you need to know where the debits and credits go into the when you do a transaction through the system okay. All right, the accountant knows in this course, knows to prepare and understand the trial balance, pass adjustments, then prepare the financial statements. من خلال الكورس إن شاء الله هتعرفوا trial balance نفسه. طبعا trial balance will be generated by the system. Trial balance will be generated by the system. And then you will be required to pass the adjustments or adjusting entries in order to prepare the financial statements. Okay, I have to mute. Yeah, please, if there is no need, don't please leave your mic on.
mute yourself, please. Unmute only if you need to participate or you have a question, then you can unmute at that time. Okay. Sorry, Huawei, please mute yourself. يعني اقفل المايك اذا امكن. اوكي انا قفلت اوريدي لكن اذا فتحت مره ثانيه اقفله اذا امكن الا للضروره يعني. All right. Let's continue. So you will know how to prepare the trial balance, pass the adjusting entries, and then prepare the financial statements. During the course, we are going to do a lot of accounting entries. We'll see a lot of financial transactions. And from those financial transactions, we'll do the accounting entries. We will pass them into the electronic system. And then I will tell you which accounting entry is the one that you need to do by yourself, and which accounting entry the system will do for you. The system will do the debit and credit for you. Okay. بكيفية إعداد وفهم ميزان المراجعة وإجراء التسويات اللازمة عليه من ثم إعداد التقارير المالية. أوكي؟ أنت من خلال الكورس إن شاء الله هتكون عارف عمل طريقة إعداد وفهم فهم وإعداد ميزان المراجعة. طبعا ميزان المراجعة هيعد من قبل السيستم لكن هنقول لك إيش هو ميزان المراجعة بالضبط. الناس قد تسمع الناس اللي مش محاسبين او لسه يعني داخلين على المجال العملي قد يكونوا في ايامهم الاولى او اشهرهم الاولى او حتى ايفن سنواتهم الاولى لكنهم قد يكونوا استلموا مهمات ليس من بينها مثلا استخراج ميزان المراجعه فبالتالي حيفهموا ان شاء الله من خلال الكورس انهم كيف يعدوا ميزان المراجعه وكيف يجروا يتم يقوموا بعمليه اجراء ما يسمى بالتسويات الجرديه او التسويات اللي بنعملها على ميزان المراجعه الاولي ومن ثم اعداد التقارير الماليه. Accountant will know how to read the financial statements, understand and analyze them line by line. ان شاء الله في نهايه الكورس قبل نهايه الكورس طبعا انت حتعرف مكونات الفاينانشال ستيتمنتس. You will know the components of the financial statements. Components اللي هي مكونات. You will know the components of the financial statements and you will do the reporting even and you will, before that you will understand the financial statements components line by line. سيتمكن المحاسب من قراءة التقارير المالية وفهم محتوياته وتحليلها سطرا بسطر. اوكي دي واحدة من اهداف الكورس الاساسية جدا واللي بتتعلق بالجزئية اللي خاصة بالتقارير المالية. المحاسب هيفهم التقرير المالي اذا كان هو ميزانية ميزان مراجعة كاش فلو هيعد بنفسه كل التقارير المالية دي وحيعرفها ويعرف مكوناتها بسطر لأنه لا معنى أن يكون محاسب وما فاهم التقارير المالية أو بيشوف التقارير المالية لكنه ما فاهم مكوناتها يعني لما يشوف الأكاونت ريسيفابل اللي هي قيمة ما إيش قيمة العملاء الحساب ده عن إيه يشوف prepayments when you see prepaid expenses you don't know what are the prepaid expenses. أنا قلت إنه لما يشوف مثلا مصاريف مدفوعة مقدما ما بيعرف إيش يعني مصاريف مدفوعة مقدما ماذا يعني هذا الحساب. فدي كل إن شاء الله هتعرفوها في الكورس. Accountants will analyze if we understand the issues of management. واحدة من الأهداف المهمة جدا إنه حنتعرض إلى الفاينانشال ريشيوز that those ratios which are very important for the accountant before preparing any report to the management. If, for example, at the end of the year, you are asked to prepare a report about the business, where you are, because you are the
the only accountant or because you are the chief accountant or because you are the finance manager, you need to know the financial ratios which you need to use in order to prepare a professional report for the management. سيتمكن المحاسب من تحليل التقارير المالية وإعداد النسب المالية الأساسية. هنتعرض في الكورس ده إن شاء الله للنسب المالية الأساسية. النسب اللي هي الفاينانشال ريشيوز بالإنجليزي، الفاينانشال ريشيوز بالإنجليزي مقابلها النسب المالية، وتقدير تقارير مالية مهنية، وتقديم تقارير مالية مهنية إلى الإدارة. لأنك إذا هتقدم تقارير مالية للإدارة يبقى بالضرورة إنك تعرف النسب المالية الأساسية اللي مفروض تستخدمها لإعداد التقرير المالي. طيب اللون الكورس ديسكريبشن إنه واضح جدا تماما، يعني حاليا we are in part of the description of the course which is an online live instruction on Zoom meeting platform to attendees from anywhere. طبعا أنتوا الآن بتحضروا معنا من مناطق مختلفة، إذا كان في الخليج العربي أو في السودان أو في أي بلد آخر، فأنت تقدر تحضر الكورس وتتابعه إن شاء الله، وما حتفوت ولا لكشة واحدة إلا لظروف خاصة. دراسة وتدريب الكورس يعني عبارة عن دراسة وتدريب على منصة زوم للمنتسبين للكورس في أي موقع كانوا، فقط مطلوب اتصال جيد بالشبكة العنكبوتية. أوكي، جروب أون واتساب has been created زي ما شايفين انت already. معظمكم انتم الان في الواتساب الناس اللي مروا ان شاء الله وسجلوا، حندخلوا برضو معنا في الجروب ان شاء الله. Where those who agreed to join were added. However, only participants will eventually remain. اللكشر الحالية دي واللكشر القادمة اللي هي هتكون بكرة إن شاء الله مساء، دول two lectures free of charge, so everyone has the right to attend. And but after that we are going to take with us to the remaining course only those who have participated in the course. I mean they paid the fees, يعني I mean for the course. Okay, the other will just يعني ask them to excuse us that the company participated in the course. تم إنشاء جروب خاص في منصة الواتساب حيث أضيف كل من أبدى موافقته على الانتساب، لكن في النهاية سيضم الكورس المنتسبين رسميا فقط. هتكون فيها hypothetical, there will be hypothetical cases, quizzes and transactions solutions shall be provided with interactive participations. There will be a lot of questions, a lot of participation, a lot of interactive participation from you with each other or from you with me. This course will be an interactive course and I will ask every one of you to participate with us during the lectures. سيتم عرض حالات افتراضية، أسئلة يعني افتراضية، أسئلة وعمليات مالية متنوعة مماثلة للواقع. هنشوف شركة يعني كمثال بالنسبة لنا، وحتمشي معنا الشركة دي إلى نهاية الكورس إن شاء الله. كل مرة حنضيف معاملات مالية جديدة إلى أن نصل في النهاية لجزئيات معقدة، وإلى أن نصل للتقرير المالي اللي بيعده المحاسب للإدارة في نهاية السنة المالية. وحتكون في إجابات على الأسئلة مع مشاركات الحضور تفاعليا قدر ما نقدر، حنخليكم تتفاعلوا معنا في الكورس إن شاء الله. Course material in form of PDF files and sometimes Excel files or sheets by section will be posted in the group before the start of each section for you to print. Material will be sent to the group. Now the material for this lectures and tomorrow lecture have already been sent in the group. The material after that, as I mentioned, will be sent to those who participated in the course only. All right. So sometimes I also send Excel files, like
chart of accounts, for example, like the employees' payroll costs, I mean, and other costs of the staff. There is a file that I designed on Excel, and that will also be shared with those who participate in the course later on. سيتم تنزيل مذكرات الكورس حسب الأقسام اللي هي السكشنز يعني في الجروب قبل بداية كل قسم في شكل ملفات PDF وأحيانا مع صفحات Excel. ننصح بطباعة المذكرات لمتابعة المحاضر. المذكرات دي لما تصلكم بيرسلها مثلا يوم الثلاث أو الأربع، الثلاث غالبا بيرسل المذكرات، المذكرتين تبعت الخميس والجمعة بيرسلهم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. ماكسيمم يعني لو تأخرنا حتكون يوم الأربعاء من كل أسبوع. فأنتوا الناس اللي مشتركين بعدين معنا في الكورس إن شاء الله حتصلكم في الجروب و you need to print حتطبعوها عشان تتابعوا المحاضر في أثناء الكورس وتكتبوا كمان ملاحظاتكم. وأنا مصمم الكورس بطريقة يعني مريحة جدا بحيث أن يكون في كل صفحة في فراغ مسطر بحيث أنكم تكتبوا فيه ملاحظاتكم أو أسئلتكم إذا كانت هناك أي أسئلة. We recommend attending the lessons, actively participate, ask in order to ensure maximum benefit of the course. In case unable to attend, you can watch the lectures the next day. What I meant to say here is that the lectures are recorded. This lecture is recorded and every lecture will be recorded as well. So in case you missed one of the lectures, you can go next day and see it in the group and follow up on the lecture in order to understand what has been given in that lecture. ننصح بدخول الزوم وحضور الدروس والمشاركة الفاعلة وتوجيه الأسئلة وذلك لضمان الاستفادة القصوى. في حال تعذر الحضور يمكن مشاهدة المحاضرة اليوم التالي، يعني المحاضرات كلها مسجلة بس طبعا مسجلة للناس المشاركين معنا والمنتسبين للكورس، ما عدا محاضرتي اليوم وغدا هتكون متاحة للجميع إن شاء الله. والغرض من التسجيل هو الغرض من المشاركة الفاعلة هو إنه الواحد يستفيد الفائدة القصوى من الكورس. وفي حال تعذر الحضور يعني ممكن تشاهد المحاضرة في اليوم التالي، لكن الحضور مهم جدا لغرض التفاعل يعني مع الإخوة الحضور ومع المحاضر إن شاء الله. Last day we will wrap up and provide summary slides for all material. Okay, certificates will be sent on PDF format to all participants. في اليوم الأخير إن شاء الله هنقدم summary أو ملخص. Sorry, this part is in English. On the last day, we'll provide a summary for what we have provided in the course. Summary that will be very important and very useful for you to review the important areas and then try to memorize them. If you can take this summary with you everywhere, you can take it to your office or you can take the whole slides with you to the office. Notes to the office. And refer to them whenever there is an issue that you met in the office. If you are an accountant, if you are a student, also it will help you. اليوم الأخير للكورس سيتم عرض ملخص لأهم ما جاء فيه وسيتم إرسال الشهادات لجميع المنتسبين في صيغة PDF. As I mentioned, in the English part here, I didn't mention that. The certificates will be distributed and will be sent to all participants at the end of the course, after the end of the course. وسيتم إرسال الشهادات لجميع المنتسبين في صيغة PDF. طبعاً الشهادات حترسل للناس individual. يعني كل واحد حديه شهادته على حسابه الخاص في الواتساب. All right. And as I mentioned, one of the course objectives is to enlighten the participants on using accounting software. Financial transactions demonstrated in class will be processed in Manager IO software, some during the classes, and financial statements will be generated. We are going to use a financial software, as I mentioned, it's called Manager IO, and we are going to process
some of the transactions in that manager, in that software. And we get the, from there, we get the trial balance, then we get the financial statements. Then after that, we'll do the reporting later on from the system. Nowadays, I think no company is working manually because the softwares, if I can say softwares, actually software, it's actually like material. We don't say materials, you say material. Software is software, actually. We don't say softwares, but the software is everywhere. Software systems are everywhere in the market. So, I mean, no company now, I think, very rare to find the company still working manually. I mean, they prepare or maintain their accounts manually. I don't think you can find that nowadays. Actually, everybody's working on the accounting software. But there are small softwares, big softwares, medium softwares. So it's easy for each company to get its own software and use it in order to control their business from one side, and in order to timely get the reports. Okay. حاول نترجم شوية نفس الكلام. إحدى أهداف هذا الكورس تتمثل في تنوير المنتسبين عن استخدام النظام المحاسبي الإلكتروني لمعالجة القيود المحاسبية المختلفة. المعاملات المالية التي سيتم عرضها أثناء المحاضرات سيتم معالجتها في نظام مانجر آي أو اللي هو عبارة عن software موجود حاليا يعني، بس نبدأ نستعمل إن شاء الله في أثناء المحاضرات. بعض الفاينانشال اللي هي بعض القيود المحاسبية والمالية إن شاء الله ندخلها في السيستم ونحن في المحاضرة نفسها يعني، ومن ثم يتم استخراج التقارير المالية من نفس النظام. واحدة كذلك من أهداف الكورس هي التعرف على ضريبة القيمة المضافة The Value Added Tax المشهورة بكلمة طبعاً VAT VAT. هنعرف إيش هي VAT, what is VAT, how does it work, who should register for VAT, goods and services, what is meant by goods and services, who is the end user, and we'll also know the tax return and how to prepare the tax return. Okay, so there will be like 4 hours, that's 2 lectures will be, I mean, will be on VAT only. But from today, we will start actually applying VAT on every transaction that is VATable. When we say VATable, it means that this transaction is subject to VAT. This sale is subject to VAT, or this purchase is subject to VAT. So from today, we will start applying VAT. But later on, we'll provide 2 lectures on VAT only. That's 4 hours. أيضا يهدف هذا الكورس إلى تدريب المنتسبين على نظام ضريبة القيمة المضافة. ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ ما هي آلية عمل الضريبة يعني؟ من أين من يجب أن يسجل في النظام؟ ومتى حنعرف برضو إيش عن السلع وإيش الخدمات فيما يختص بقانون ضريبة القيمة المضافة؟ من هو المستهلك النهائي أو ماذا يقصد بالمستهلك النهائي؟ بعدين إعداد الإقرار الضريبي، فحنعرف إن شاء الله معلومات أساسية عن ضريبة القيمة المضافة ستكون مفيدة جداً، لأنه لاحظنا في جروبات التدريب أو جروبات الورش لاحظنا أنه كثير من المحاسبين بيسألوا أسئلة يعني تدل على أنهم ما فهمين القانون إطلاقاً، يعني في قانون ضريبة القيمة المضافة ما فهمينه. لكن إذا انتسبتوا لهذا الكورس إن شاء الله هتطلع من الكورس وأنت فاهمين قانون ضريبة القيمة المضافة، فهم يعني يساعدكم تماماً في أنكم تأدوا أعمالكم وحتى تعدوا الإقرار الضريبي وترفعوه في السيستم. الكورس كونتينتس بس لا يعني دي عبارة عن قائمة بالكونتينتس أوف ذا كورس اللي هي حوالي 20 around 20 lectures. The double entry, which is lecture of today, accounting cycle, chart of accounts and chart of accounts, lectures. Lecture of tomorrow. Then after that, we'll see the presentation of the financial statements
adjusting entries, matching principal depreciations and amortizations, cost of sales and gross profit, lecture one, cost of sales and gross profit, lecture two, comprehensive income and revenue recognition, then statement of financial position. There will be three lectures because we will go into the details of the financial, of the statement of financial position. And we will speak about each component of the financial, of the statement of financial position. Then a statement of cash flows, also three lectures, because this is very important, by the way, this statement of cash flows, you need to know it very well. You need to know how to prepare the statement of cash flows that you see in the audited reports, but you don't know how it was prepared. So you will know how to prepare it. Value added tax, two lectures, as I mentioned. Then the financial ratios, two lectures also. Then management reporting, and at the end, summary of the course. نستكمل مترجم اللغة العربية هنا نظرية قيد المزدوج اللي هو محاضرة اليوم، الدورة المحاسبية ودليل الحسابات، محاضرة غدا، الغد إن شاء الله، عرض القوائم المالية، حلقة سريعة عن القوائم المالية وطريقة عرضها، وبعدين نتكلم عن التسويات المحاسبية في نهاية كل فترة مالية، إذا كانت الفترة المالية شهر أو ثلاثة أشهر أو نصف سنة أو سنة مالية، مقابلة الإيرادات بالمصروفات، نتكلم عن الاستهلاكات والإطفاءات، الاستهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة والإطفاءات اللي خاصة بالأصول غير الملموسة، الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة. هنعرف كل التفاصيل إن شاء الله في أثناء الكورس. يمكن الناس الآن بتسأل إيش يعني إطفاءات أو إيش، أو بعض الناس طبعا مش كلكم، بعضكم قد يتساءل إيش إطفاءات إيش استهلاكات، ما هو الفرق بينهم. هنتكلم عن تكلفة المبيعات ومجمل الأرباح في محاضرتين، لأنهم فيهم تفاصيل وفيهم يعني بعض الأريز المهم جدا اللي مفروض تعرفوه أنتم، خاصة ما يختص بالمبيعات والريفينيو ريكوجنيشن اللي هو دي المحاضرة رقم 8، بتدخل معنا برضو من ضمن الجزء الخاص بحساب الأرباح والخسائر، بعدين تحليل قائمة المركز المالي 1 2 3 محاضرات، قائمة التدفقات النقدية 3 محاضرات، ضريبة القيمة المضافة محاضرتين، النسب المالية والتقارير المالية محاضرتين، والمحاضرة رقم 19 هي نسب مالية وتقارير مالية. النسب لما نتكلم عن النسب المالية بنتكلم برضو كذلك عن التقارير المالية في نفس الوقت، يعني وبقول إنه النسب المالية متى تطبق وفي أي تقارير تطبق ومتى يحتاجها المحاسب لإعداد التقارير المطلوبة من قبل الإدارة. بعدين نقدم في النهاية آخر محاضرة إن شاء الله ملخص زي ما قلت أهم ما جاء في الكورس. بعدين ندخل في نظرية قيد المزدوج، that is the double entry system and basic accounting entries. Before we go into this part, قبل ما نبدأ الجزئية دي، لو في أي سؤال أي استفسار اتفضل بليز. أي سؤال أي استفسار عندكم عن الجزئية اللي تكلمنا عنها؟ الميكروفونات مقفولة ولا إيش؟ مفتوحة. ممكن تفتح الميكروفون إذا في حد عنده سؤال، إذا أمكن افتح المايك ووجه سؤالك. عمار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور طاهر؟ وعليكم السلام أستاذ عمار، بارك الله فيك. كرمك الله. في الحقيقة أستاذ عندي سؤال، الكورس مدته كم إن شاء الله؟ وحاجة الحاجة الثانية، أنا أتخيل ما في زول هنا غير متحدث بالعربية، يعني كل الناس اللي قاعدين في الكورس على حسب معرفتي أنا بيتكلم عربي، فممكن مسز بريانس she's speaking Arabic also I don't know. Oh really؟ ها؟ Miss Priyansi speaks Arabic language؟ Yes, yes, she's Sudanese. I think that. As I know, I as understand. This is good news. But anyway, you need still need Hello, the English. Hello, Dr. Sahil.
I أهلاً. do speak Arabic, but I'll do prefer if you talk in English because there are some words that I may not understand in Arabic. Okay, very now good, very good. Continue. I'm sorry, Amar. Is it no, okay? That's okay. So, it's okay. Is it okay, Prinyasi, so far? The translation? Yeah, it is. It is, wallahi, thank you. Understood. Okay, very good. So you said, wallahi, it means that you are a real Sudanese. Yeah, okay, okay. And no issue. Okay. Mr. Rabat, just as I ask Alex, the course will come? The duration of the course is 20 lectures. That is 40 hours. Okay? So mm-hmm. there will be 2 lectures per week. Okay? Mm-hmm. So if we have 20 lectures, this means that the course will end up in 10 weeks. Am I right? 10 weeks. Yeah, yeah. Is this calculation is right? I think 2.5 months? Approximately, yeah. It's let us say that week, 2 days during the week. So it will be, 10 weeks. Yeah, okay, all right. So it will be 2.5 months. I tried to make it shorter, but I found that there are a lot of information that we need to go into them deeply. يعني في معلومات كثيرة قلنا نخش فيها بالتفاصيل أحسن عشان تستفيدوا فائدة قصوى من الكورس. الكورس هو عادة مدته حوالي شهر إلى شهر ونص، لكن I just extended it for the benefit of all. أوكي تمام، شكرا أستاذ. العفو. أي سؤال آخر يا جماعة؟ Any question؟ عمار، thank you for the question again. And actually, even if all of you speak Arabic and English as well, I need to. I prepared the course in both languages because I need you to understand accounting, as I mentioned in the beginning, in Arabic as well as in English. Some companies work in Arabic, some companies work in English. If you are used to work in a company that is always, that prepares their financial statements and accounts in Arabic language, and for some reason you left this company and you joined the company that maintains their accounts in English language, you will face a lot of problems. أنا قلت إنه إذا أنت شغال في شركة والشركة دي حساباتها باللغة العربية وتمسك دفاتيرها باللغة العربية والتحق بشركة بتمسك دفاتيرها باللغة الإنجليزية هتواجه مشاكل ومصاعب كثيرة. والعكس كمان صحيح، إذا أنت شغال سنوات في شركة باللغة الإنجليزية وبعدين انتقلت لشركة وحساباتها باللغة العربية كذلك you will face some problem. But after this course, inshallah, you will not face any problem. ما حتواجه أي مشكلة بإذن الله تعالى. Alright. So let us continue. So the double entry system and the basic accounting entries. Okay. Anyone knows who is this guy? في حد عارف من هذه الشخصية؟ اوكي. الشخصية دي اسمه مكتوب فوق actually. لوكا باشيولي. الشخصية دي هي father of account. ايوه. This is the father of accounting and bookkeeping. زي ما يطلق عليه في اوروبا. هو لوكا باشيولي. اوكي. هنتعرف عليه شوية الآن. لوكا باشيولي اللي هو عاش في الفترة ما بين 1400 Okay, let's say this part in English. Luca Pacioli. He lived during the period from 1447 to 1517. Was an Italian mathematician. Okay, وكان يعني تقول عالم رياضيات يعني إيطالي الجنسية. He was the early contributor to the field now known as accounting. Or bookkeeping. هو كان الشخص المساهم الأول تقريبا في المجال بتاع المحاسبة أو مسك الدفاتر or bookkeeping. Okay. He is referred to as the father of accounting.
and bookkeeping in Europe. He was the first person to publish a work on the double entry system of bookkeeping. He was the first person. He was a merchant, he was a mathematician, and he invented the system of the double entry system, the double entry, okay? So Luca Pacioli عاش في الفترة ما بين 1447 إلى 1517. هو كان عالم رياضيات إيطالي الجنسية. عرف عن لوك لحد فاتح المايك معلش. عثمان أنا حاط في المايك معلش. عرف عن لوكا أنه أول من ساهم في المجال المهني المعروف حاليا باسم المحاسبة أو علم المحاسبة. يعرف لوكا باشيولي في أوروبا بلقب أبو المحاسبة ومسك الدفاتر. كان لوكا باشيولي أول من نشر عملا محاسبيا في القارة الأوروبية مستخدما نظرية القيد المزدوج، ومنها انتشر علم المحاسبة إلى بقية أرجاء العالم. فشكرا له، والعالم كل الآن بيستخدم نظرية القيد المزدوج. ما في محاسبة الآن بدون قيد مزدوج، اللي هي الدبل انتري سيستم. اوكي، سميناها دبل انتري سيستم ليه؟ في حد عنده إجابة على السؤال ده؟ دبل انتري اللي هي نظرية القيد المزدوج. ايش يعني مزدوج؟ What do they mean by double entry؟ في حد عنده إجابة على السؤال؟ دبل انتري. السلام عليكم. تفضل. يعني ممكن نقول عشان الطرف المدينة أو الدين يكون في أكثر من كيف؟ ممكن الطرف المدينة أو الدين يكون في أكثر من ايتم. اكشولي هو لأنه نفس المبلغ بيدخل معاك في جانب المدين. اوكي، في حد عنده إجابة؟ محمد عبد القادر تفضل. عمار تفضل. الدبل انتريز هي مقصود بها زي الميزاني، اي حاجه الميزان لازم يكون متساوي، تمام؟ يعني اذا حطيت كيلو هنا لازم يكون كيلو في الجهه الثانيه، 2 كيلو في الجهه الثالثه، الجهه الثانيه لازم يكون في الجهه 2 كيلو في الجهه، فهو باعتباره زي الميزان، الميزان لازم يكون متساوي. فممكن تقول دي الدبل انتريز، يعني دي باختصار. أيوه. هو إيه اسمها القيد المزدوج. فأنت تتكلم عنه، كلامك مزبوط طبعاً، ما في شك أبداً. القيد نفسه هو اللي تعبرت عنه بتعبير جميل، اللي هو الميزان. يعني القيد نفسه هو عبارة عن ميزان من كفتين، كفة فيها الجانب المدين وكفة أخرى فيها الجانب الدائن، أوكي؟ فلازم يتساووا مع بعض. إذا ما تساووا مع بعض السيستمز، أحياناً أنا هتكلم عن السيستم كثير، اللي هي الإلكترونيك سيستمز، اللي هي الأنظمة المحاسبية. الحين النظام المحاسبي يعني ممكن يسمح لك بترحيل القيد الغير متساوي الطرفين، الدائن والمدين غير متساويين، لكن بيديك زي ملاحظة إنه الجانب الدائن لا يساوي الجانب المدين، وبالتالي هتلقى عندك فرق في الآخر لما تطلع ميزان المراجعة، بيمشي للسسبنس أكاونت الفرق. يمشي للسسبنس اكاونت او حساب معلق. تفضل محمد. بالاضافه الى بعد الليزن، القيد المزدوج ممكن يكون مجموعه حركات في الجانب المدين تساوي مجموع حركات في الجانب الدائن كتوتال، كمجموع لازم يتساوي. كلام صح. وده بنسميه بالقيد شنو؟ اللي هو المركب عدينا. نعم، اللي هو فيه أكثر من حساب في الجانب المدين وأكثر من حساب في الجانب الدائن. مش بالضرورة، ممكن يكون حساب واحد في الجانب المدين لكن عدة حسابات في الجانب الدائن، أو حساب واحد في الجانب الدائن وعدة حسابات في الجانب المدين، أو بالعكس مجموعة حسابات دائن ومجموعة حسابات مدينة في نفس القيد. سموه القيد المركب. أما القيد العادي بيكون حساب في الجانب المدين مقابل حساب في الجانب الدائن. شكرا محمد، ملاحظة جميلة.
All right. All right. So debits and credits were formally invented in the 15th century. In the 15th century, now we are in the 21st century. يعني قبل ستة قرون. Okay. In the 15th century, by the Italian, زي ما قلنا, merchant who is Luca Pacioli, afterwards known as the father of accounting. This is repeated. اخترع التاجر الإيطالي لوكا باشيولي القيد المزوج أي المدين والدائن رسميا في القرن الخامس عشر ومن يومها عرف في أبو المحاسبة. Debits and credits then were used as an official system to specify what was already used by merchants in Venice. يعني كان في التجار شغالين already كانوا يعني بس ما كانوا شغالين بعملية الديبت والكريدت اللي هو القيد المزدوج. لكن لوكا باشيولي حل لهم المشكلة دي. وبعدين من ثم استخدام نظام المدين والدائن أي نظام القيد المزدوج كنظام رسمي للتعبير عما كانوا مستخدما أصلا في مدينة البندقية في إيطاليا. طبعا منها قلنا انتشر النظام إلى بقية قطاع العالم. This traces back to the Roman Empire. يعني رجع الكلام ده للإمبراطورية أيام الإمبراطورية الرومانية. Okay. قلنا في كل قيد there is a side for each account. Think of the chart of accounts. الناس اللي محاسبين فكروا في chart of accounts. Chart of accounts هو عبارة عن قائمة بأسماء الحسابات. Think of the chart of accounts of a debtor. يعني for each account there is a side for each account of a debtor, the receiver, and a creditor اللي هو that is the giver. In this part we are going to tell you actually how to differentiate between or how to know what is debit and what is credit. Okay. We always say that the debtor, by the way, some accountants say the debtor. It is not right. This is wrong. So the B is silent. The B, don't say the debtor. Say the debtor. D-E-T-O-R, as if there is no B. D-E-T-O-R, debtor. Don't say debtor at all. Don't say debt. D-E-B-T. Don't say debt, but say debt. Okay? Some accountants, even accountants, I mean, other people say debt, debt, and debtor. Okay? So the receiver, so there is the receiver, and يعني لو نحن, actually we need to think of the financial transaction of two parts. For example, if you give someone money, okay, you are the giver and he is the receiver. If the company sells goods, so the goods have been sold to someone and then that guy or that company paid money, so there is a financial transaction here. Who is the giver? Who is the creditor? Who is the creditor? Who is the debtor? Sometimes you get confused. Okay. So لكل حساب فكر في دليل الحسابات أو شجرة الحسابات. هناك جانب مدين نسميه الآخذ وجانب دائن نسميه المعطي. أو لكل عملية مالية actually. Okay. جانب الآخذ بنسميه اللي هو الجانب المدين والجانب المعطي بنسميه الجانب هو الجانب الدائن في العملية المحاسبية. اوكي. فهنا السؤال هنا هو كيف تفرق انت اذا ما بتعرف في العملية في عملية القيد. انت you cannot tell, ما انت ما تقدر تعرف انه ايش هو الحساب الدائن وايش هو الحساب المدين. فكر في الموضوع ده من ناحية انه مين هو, ما هي الجهة اللي نعتبرها المعطية أو الجانب المعطي وما هو الجانب الآخذ. يبقى الجانب المعطي أوكي
ده بيكون هو اللي أعطى، يبقى هو دائن، يبقى الجانب الآخر بنسميه مدين. أنت الآن لو زي ما قلت قبل شوية، إذا سلفت فلوس لواحد، أوكي، أعطيته مثلا 1000 ريال، 1000 ريال، أوكي، so if you give this amount to someone else, that the guy who receives the money بنعتبره مدين، مش كده؟ وانت الدائن، يبقى انت المعطي. حتى في الكلام العادي، في اللغة العامية العادية، اللي هذا الشخص. بنفس الفكرة برضو محاسبيا، نحن نفكر في الموضوع بالشكل ده نفسه، انه ايش الحساب الدائن وايش الحساب المدين. اذا ما عرفنا، اذا ما متمرسين نحن على القيود المحاسبية إلى آخره، مثلا في حالة زي دي قد شوية نتوه، ما نعرف إنه الدائن إيش والمدين إيش. أوكي، بفكر في المعطي وفي الآخر. For example، الآن بندخل في شوية accounting entries اللي هي now from now onwards will start actually little by little will start to I mean talk about financial transactions. Okay. Financial transactions slowly until we go to some complication transactions in the middle of the course or at the end of the course. So suppose that the shareholders of JKL, JKL is the name of the company that is going to be our company for this course. So the name of the company is JKL Trading Company. So the shareholders deposited $200,000. نحن هنستعمل الدولار لأنه معروف طبعاً لغة عالم، لغة international of course everybody knows that. فما عايزين نستعمل، يعني معنا ناس من السودان وناس من بلدان أخرى، فخلينا نستعمل الدولار في الكورس كله. يعني بعدين أنت لو عايز تغير للريال، تفكر بريال، تفكر بجنيه سوداني، بجنيه مصري، بدرهم إماراتي، whatever. Okay, so deposited $200,000 in the bank as share capital. So think about this transaction. This is a financial transaction, okay? Now, the owners of the company, you are the accountant. They brought to you a deposit slip from the bank. It's $200,000. They sent the money to the bank, and the bank gave them the deposit slip, stamped and signed by the bank. It means that the bank acknowledged the receipt of the money. They gave you this deposit slip, and then you are the accountant. You just put the slip in the drawer. You did not do anything. You did not ask any question. No, this is of course not right. You need to ask, what is this money for? Why did you deposit this money in the bank? Then they will tell you that this is the share capital of the company. The company is starting now. So this is a financial transaction. You need now to think of the debtor and the creditor. مثلا أودع الشركاء في شركة JKL، وJKL هي الشركة اللي حنستخدمها طيلة الكورس إن شاء الله لغاية ما أخلص الكورس بإذن الله. أودعوا مبلغ $200,000 أمريكي كرأس مال لشركتهم، وسلموك أنت المحاسب، سلموك إيش؟ قسيمة الإيداع، مستند الإيداع في البنك، إيداع المبلغ في البنك. أنت حطيت مستند الإيداع في الدرج وما عملت ولا شيء. هل هذا الإجراء اللي أنت عملته صحيح ولا خطأ؟ طبعا خطأ. مفروض تسأل أنت المدير أو الشريك أو whoever، شخص المسؤول، إنه المبلغ ده يمثل إيش؟ يقولك هذا رأس مال الشركة. يبقى أنت بعد ده برضو مفروض كمان تسأل عن مستندات أخرى، السجل التجاري بالنسبة للشركة، الأوراق التسجيل، مش عارف إيش، الميمورندم أرتيكلز أو إيش، عقد التأسيس تبع الشركة اللي يوضح الشركاء ونسب كل شريك، نسبة كل شريك والمبلغ اللي المفروض يدفع كل شريك. بكل المستندات دي بتخليها معك مفروض في، أو يعني تخلي صور منها في عندك، يعني في ملفاتك، عشان تكون عارف تفاصيل الشركة فيما بعد.
لما تسأل عن طريق أي شخص أو مراجع قانوني ولا أي شيء. فأنت الآن تفكر إنه هل هذه العملية عبارة عن معاملة مالية ولا مش معاملة مالية؟ واضح تماماً إنها معاملة مالية. إيش المفروض تعمله؟ تعمل قيد في الدفاتر، صح؟ Here, the bank account is the receiver. Okay. خلينا طيب نشركوا شوية معانا. طيب أنا عايز واحد ما يكون متمرس إذا أمكن ويحاول يقول لي إنه إيش هو الطرف الآخ المعطي وإيش هو الطرف الآخذ. Okay. البنك كان محمد انت متمرس محاسب متمرس متمرس اذا متمرس خلينا ندي فرصه للناس الغير متمرسين او الطلاب الجدد مثلا اتفضل بروفان لو تكتب اسمك عشان نقدر نتعرف عليك يعني يا ريت عبد الله معلش سجل اسمك تمام عبد الله تفضل هو بالنسبه كيف في الدراسة كان في البداية بنشتغل في صوتك الغريبة الغريبة صوتك مش واضح كويس صح يا جماعة صوت عبد الله مش واضح كويس يعني طب كده واضح أوه جدا كده واضح تماما تمام هو احنا كنا قبل كده بنشتغل في البداية في الصف الأول أو في الدراسة بيفهمونا دايما القيد بنظام الأخذ والعاطي أو الأخذ والمعطي بعد كده لما اتطورنا شوية بدأنا نفهمها في حتة الزيادة والنقص يعني اللي هو حسب طبيعة الحساب لو حساب صح إن كان صح. مدين فزاد بيفضل مدين نقص بيتحول للدين فلو صح. خدناها بالأخذ والعاطي هنقول إنه اللي خد الخزينة أو الحساب البنك هو اللي خد اللي أعطى رأس المال اللي أعطى رأس المال يبقى طيب لو خدناها لو خدناها بالنظرية التانية بقى هيبقى الـ البنك أو الخزينة طبيعته مدين فلما زاد المبلغ بتاع رأس المال أصبح فضل مدين ورأس المال برضو زاد هو داين طبيعته داين ففضل في الداين اوكي حساب تمام. البنك بطبيعته مدين ايوه صح والان انحط فيه مبلغ معناه زاد ايوه نحن لسه ما جينا الحكايه انه الحساب بيزيد بطبيعته ايش دي ان شاء الله شويه لقدام ايوه احنا بنتكلم في الاخذ والعاطي بس خلونا الان في الاخذ والعاطي عشان ما نلخبط الجماعه تمام. شويه تمام في الاخذ والعاطي يبقى إذا كان قلنا الآخذ والعاطي يبقى حيكون القيد إيش؟ من حساب البنك أو من حساب الخزينة إلى حساب طبعاً مش فيش الخزينة طبعاً هي البنك إلى حساب رأس المال لا هو البنك طبعاً أيوة صح يبقى لازم يكون نفتح عندنا في شجرة الحسابات حساب نسميه حساب البنك أكيد أيوة. حتى ممكن يكون برقم الحساب أو حساب بنك بعدين اسم البنك لأنه شركة قد يكون عندها أكثر من حساب واحد اوكي تمام تفتح حسابات في عندك في دفاترك يعني في شجره الحسابات لابد من ان يكون في حسابات مفتوحه للحسابات البنكيه اللي خاصه بالشركه او اذا كان حساب واحد يبقى للحساب البنكي اللي خاص بالشركه طيب مزبوط كلامك اخ عبد الله من حساب البنك الى حساب راس المال مزبوط 100% شكرا العفو بس انت متمرس كنا عايزين شخص غير متمرس لا مش متمرس يعتبر انا بارك الله اعتبرني نون اكاونتنت يعني لا يو فروم ذس انسر اكشولي اي كان سي ذات يو ار ا جود اكاونتنت ان شاء الله ثانكس اوكي هير ذا بنك اكاونت از ذا ريسيفر سو ات شود بي ديبيتد اند ذا شير كابيتال از ذا جيفر طبعا الناس الواحد اذا كان جديد على المهنه ويمكن ما يعرف حكايه شير كابيتال راس المال يعني ايش يعني ايش يعني راس المال يمكن يروح يعمل الكريدت هو الشريك لا ما دام هو ده راس مال يبقى عندنا حساب في شجره الحسابات اسمه راس المال اللي هو الشير كابيتال والشير كابيتال طبعا بيكون دائم زي ما حنعرف بعد شويه بيكون دائم بطبيعته زي ما تفضل اخ عبد الله اوكي فيبقى احنا عملنا الديبت الى حساب البنك والكريدت الى حساب الشير كابيتال زي ما هنشوف الان دي اول قيد عندنا القيود كلها مرقمه ان شاء الله من اول قيد الى اخر قيد هتكون مرقمه ان شاء الله اوكي
So the shareholders of JKL Trading Company deposited أودعوا deposited 200,000 as share capital for the company. Okay, share capital اللي هو قلنا إيش اللي هو رأس المال. Okay. وأودع شركاء 200,000 زي ما قلنا كرأس مال الشركة. So debit bank account تاريخ طبعا لازم نحط التاريخ في البداية بعدين نقول debit bank account واللي هو إذا شغالين بالعربي نقول من حساب البنك المبلغ طبعا 200,000 إلى حساب share capital account اللي هو رأس المال بعدين narration اللي هو تفصيل للعملية المحاسبية العملية المالية اللي تمت being ممكن تكتب كلمة being أو تكتب deposit by the shareholders of the company share capital bank account share capital account okay عبارة عن إيداع رأس المال رأس مال الشركة في حساب البنك بواسطة الشركاء. طيب يا جماعة إذا في حد ما فاهم الجزئية دي بالله يقول لنا إذا في حد ما فاهم يقول لنا إنه القيد ده بالنسبة له غير مفهوم عشان أفهمه خليكم يعني بليز يعني خليكم واضحين جدا شفافين جدا خلينا نتكلم مع بعض بكل شفافية بكل صراحة بكل صدق إن شاء الله ما نخفي إذا ما فاهم أنا ما يعني لازم أتكلم أقول أنا ما فاهم القصد من الكورس ده إنه نفهمك محاسبة يعني ما تطلع من القيد ده إلا وإنت فاهمه Okay. طيب. In every business transaction, an amount is entered as a debit in one account, and the same is entered as a credit to another account. For example, on January 2, برضو قيد يعني في أي معاملة مالية يتم إدخال المبلغ في الجانب المدين زي ما قلنا يعني ونفس المبلغ في الجانب الدائم لحساب آخر. مثلا في 2 يناير حصل إيش؟ Company withdrew. Okay. بأثناء ما أنت في الكورس يا جماعة أن أي كلمة بتمر عليه في اللغة الإنجليزية in English language أي كلمة تمر عليه في اللغة الإنجليزية وأحس إنه أحياناً قد المحاسبين ما يكونوا فاهمين معناها أو مقابلها إيش يعني أنا I immediately بوقف شوية وبشرحها withdrew جاية من كلمة withdraw So, withdraw, لاحظتوا هنا, R-A-W, draw, D-R-A-W, لكن اللي شفناها عندنا هنا, withdrew, okay, withdrew, اللي هي D-R-E-W, so this is past, so I am going to withdraw, $1,000 from the bank. لو خلصت العملية وسحبت المبلغ, if I finished with the withdrawing, then I say I withdrew $1,000 from the bank. So this is one of the words as an accountant you need to know. Okay, كلمة withdraw. Please do not forget it. Huh? So the company withdrew $1,000 in cash and gave it to the cashier. كاشير طبعا بالنسبه لكم مفهوم اللي هو الصراف صح او امين الخزينه for petty cash expenses petty cash اللي هي النثريه اللي هي عباره عن مبلغ يخصص it's small amount that will be devoted for the small expenses of the company like paying petrol for the cars like paying electricity bill telephone bill breakfast for the staff, whatever, small expenses, stationery. So instead of going to the bank every time and withdraw money, then bring from the bank or withdraw small amount and put it in the hand of one of the staff. It's better not to be the accountant. The accountant should not be the accountant, and at the same time deals with money.
unless the company is very small, then that's something else. But normally, the cashier should not be the accountant. The accountant should deal with the papers only. Okay? So, stop the annotation. All right. Second, the pen is not working. All right. So صاحبة الشركة مبلغ $1,000 نقدا من حسابها البنكي وسلمت المبلغ لأمين الصندوق لاستخدامه في سداد مصاريف النثرية. أوكي. دي معاملة مالية صح؟ عايزين واحد برضو فانا منكم إذا أمكن يقول لنا إنه المعاملة المالية دي كيف يتم علاجها في الدفاتر، ايش القيد المحاسبي اللي بيتم هنا؟ ايش الجانب المدين؟ ايش الجانب الدائن؟ مش عبد الله واحد من الاخوان اذا امكن. إذا محمد محمد تفضل. يس الديبت كاش البيتي كاش اكونت ب $1,000 والكريدت اللي هو البنك ديبت كريدت البنك صح صح. هل فكرت برضو من الناحيه بتاعت انه عشان الحساب الآخذ والحساب العاطي أو المعطي؟ نعم. أنا أنت طبعاً قد تكون فاهم محاسبة وفاهم الأشياء دي، ما هو محتاج تفكر من منظور العاطي والآخذ. أوكي. لكن إذا فكرت فيها برضو ساعدت الإخوان، قلت لهم إنه الحساب العاطي هو حساب كذا والآخذ هو حساب كذا، عشان ترسخ في أذهانهم عملية الآخذ والعاطي أو المعطي وبالتالي المدين والدائن. تمام. البيتي كاش استلمت المبلغ، هي المستلمة، هي الريسيفر للأمانات مع الكاشير لمقابلة مصروفات الشركة النسرية اللي هي لا تصرف بالبنك ولا إلى آخره، بنزين، ضيافة، مواصلات، أي نوع من أنواع المصاريف الديلي. صح. بعد معتمد من الجهة المخول بالصرف أصلاً، فدي استلمت المبلغ عشان تقابل النفقات النسرية. أما الجانب الدائن اللي هو الديت الكريديتر اللي هو دفع، يبقى معناها البيتي كاش مدينة، حساب البيتي كاش مدين صح؟ هو الدائن لأنه هو اللي نخفض منه المبلغ. لا. البيتي كاش لا، البيتي كاش مدين لأنه استلم المبلغ، لأنه استلم. أيوة. البنك وحساب البنك هو اللي أعطى المبلغ صح؟ صحيح. نعم. يبقى حساب البنك دائم. أحسن. ممتاز. ممتاز أخي محمد، شكرا جزيلا. طيب أوكي. شركة برضو في نفس اليوم purchased office furniture for $10,000 plus VAT from its bank account. أوكي. Plus VAT from its bank account. الآن دخلنا في VAT. أي transaction في عملية VAT إحنا مش هنفوته وحندخل VAT على طول معانا عشان نفهمها ونستوعبها في أثناء الكورس، ولما نوصل إلى محاضرتي VAT إن شاء الله نكون فهمنا شنو هي ضريبة القيمة المضافة أو VAT. أوكي. So, اشترت الشركة أثاث لمكاتب للمكاتب يعني بمبلغ $10,000 زائد ضريبة القيمة المضافة. طيب عايز واحد يقول لي إذا أمكن ما هو الجانب المدين وما هو ما هو الحساب المدين وما هو الحساب الدائن؟ تفضل أخ عثمان، افتح المايك من عندك أخ عثمان. مايك ما فتح معك. اوكي. حتى انا غير الاخ عثمان. تفضل تفضل عثمان. تفضل تفضل. الحساب المدين اللي هو حيكون فيه جانبين، حساب المصروفات الاساس
هو حساب مصروف ضريبة مصروف أو ضريبة القيمة المضافة إلى حساب البنك. مصروفات الآفاق؟ أيوه، يعني وضريبة القيمة المضافة. هل الآفاق يعتبر مصروف؟ هو من الأصول الثابتة يعني. أيوه، أصل ثابت. أيوه. يبقى معناها هنا أيوه. يكون عندنا حساب بندخل فيه ال10,000 دي، لأنه حساب مبلغ يختص بشراء أصول ثابتة عبارة عن أثاث. صحيح. الأثاث بندخل أيوه. أصول ثابتة عشان بعدين نقول لكم إن شاء الله في بعد كم محاضرة هنقول لكم إنه إيش المفروض يحصل بالنسبة للأثاث عشان نحمل تكلفته على المصاريف. فما بنحمل تكلفته على المصاريف أيوه. عند شرائه، لا، عند شرائه بنثبته كأصل ثابت fixed asset. أوكي، وبعدين الفات، أنت قلت الفات هنا صح؟ مدينة. أيوه. طيب الفات هنا عندنا حسابين مشهورات طبعا معروفات في الفات، في حساب مدينة وحساب دائم في الفات. فأنت ما دام قلت الفات هنا ما قلنا نسبتها كم، لكن نسبتها هنستعمل 15%، يبقى عندنا فات هنا 1500 صح؟ أيوه. طيب ال 1500 دي اي نوع من نوعي الفات؟ وايش هم اللي هي النوعين؟ ضريبة الضريبة على المشتريات، هي نسميها ضريبة مدخلات. مدخلات نسميها ايوه input VAT، ما عارفها صح؟ ايوه. لا اوكي، كويس جدا، كويس انك ما عارف، واي شخص ما عارف ان شاء الله زيك حيعرف وحيطلع من الكورس وهو عارف ضريبة القيمة المضافة بمصطلحاتها المختلفة بمسمياتها المختلفة، أو يعني المصطلحات المستخدمة في الضريبة هتفهمها إن شاء الله وتفهم معانيها. هي ضريبة على المشتريات، لكن اسمها من ناحية ضريبة القيمة المضافة بنسميها ضريبة المدخلات input VAT. input VAT أوكي 1500. فاشترت الشركة أثاثا لمكاتب الشركة و10,000 دولار زي ما قلنا زي ضريبة القيمة المضافة، نعتبر صدرت بشيك. طيب ده جانب المدين. أيوة. طيب جانب الدائن حساب البنك. حساب البنك ممتاز. 1500 حيكون المبلغ الإجمالي كم؟ 10,000. لا، المبلغ الإجمالي قلنا 11,500. 11,500 بالضبط بالضبط. تمام. طيب خلونا بسرعة كده بس ناخذ فكرة عن الضريبة، ما دام احنا وصلنا إلى ضريبة القيمة المضافة أو بدينا يعني نتكلم عن ضريبة القيمة المضافة. فضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن قانون يعتمد على الفوترة، مشتريات مبيعات. في حد فاتح المايك معلش؟ فيلو؟ أخ عبد الله ولا مين فاتح المايك؟ الأخ طيب شكرا لكم. طيب ضريبة القيمة المضافة زي ما قلنا هي عبارة عن قانون يعتمد مبدأ الفوترة. أوكي، طالما في فواتير يبقى في ضريبة قيمة مضافة. لما الشركاء أودعوا 200,000 في البنك، هل كان في فاتورة هنا؟ هل هنا في عملية شراء ولا بيع؟ لا، ما في عملية شراء ولا بيع. عندما سحبت الشركة مبلغ 1,000 دولار أو ريال أو جنيه whatever من البنك، هل هنا في عملية شراء أو بيع؟ No. يبقى بالتالي ما في ضريبة قيمة مضافة. لما الشركة اشترت أثاث، هل هنا في عملية بيع أو شراء؟ Yes، في عملية شراء، يبقى في فاتورة. يبقى هل الشركة الآن اشترت منها مسجلة في القانون ولا ما مسجلة في القانون؟ قانون الضريبة يعني. إذا ما مسجلة في القانون حتجيك فاتورة ب10,000 فقط، لأن الشركة اللي ما مسجلة لا يحق لها قانونا أن تحسب ضريبة على عملائها. وإذا تم اكتشاف أي شركة بتحسب ضريبة على عملائها وهي ما مسجلة في القانون، هتعرض نفسها إلى غرامات هائلة جدا، غرامات كبيرة. يبقى الشرط الأول هو التسجيل. هنعرف بعدين إنه
بتين المفروض الشركة تسجل وبتين ما تسجل، إيش الشرط المطلوب للتسجيل؟ كويس، يبقى مبدأ الفوضى. فنعتبر إنه نبدأ من هنا، أوكي، من المنطقة دي، ونعتبر إنه دي شركة عندها مزرعتها، مزرعتها الخاصة أو أي شيء، وبتبيع هي raw material، يعني مواد خام raw material، حاجين الكلمة دي برضو قدام raw material، بتبيع raw material إلى معدن، أوكي؟ فباعت raw material $1,000، والشركة دي سجلت في القانون، يبقى حتبيع له raw material $1,000 زائدا ضريبة 15%، معناها $15، يبقى البنك حيدفع لها، سوري، المصنع حيدفع لهذه الشركة أو لهذه المزرعة، خلينا نسميها مزرعة، حيدفع لها $115. 100 هي قيمة الرو ماتيريال بالنسبة للمصنع، حتكون مشتريات، وال$15 هي عبارة عن ضريبة القيمة المضافة اللي مفروض المزرعة سلمها لمين؟ سلمها إلى الحكومة، سلمها إلى التاكس أوثوريتي. فعندما يحين تاريخ رفع الإقرار الضريبي، المزرعة حتدفع $15 أو حتحول $15 بعد رفع الإقرار الضريبي إلى هيئة الضرائب، مصلحة الضرائب، زي ما عندنا في البحرين هنا بسموه الـ NBR اللي هي National Bureau of Revenue، هيئة الإيرادات البحرينية مثلاً، whatever. كويس، يبقى انتهينا من المزرعة. الكلام ده طبعا مقدمة سريعة جدا عن الضريبة، عشان وإحنا بدينا الضريبة في أثناء العمليات المحاسبية نقدر نعرف إنه كيف نتعامل معها. أوكي، الشركة دين المصنع عمل إيش؟ دي يعني أنتج منتج معين وباعه إلى تاجر جملة ب $200. اوكي، طلفه مش عارف ايش، طلع المنتج عباره عن وطيبر، كويس، منتج زائدا طبعا ضريبه القيمه المضافه، لانه المصنع كمان اجين مسجل في ضريبه القيمه المضافه. يبقى باع المنتج الى الهول سيلر اللي هو تاجر الجمله ب $230. طيب المصنع دفع $15 وتلم $30 من تاجر الجملة. طيب كيف يتعامل مع الدولارات دي لما يرفع الإقرار الضريبي؟ أوكي، لما يرفع الإقرار الضريبي، القانون الضريبي بيقول له نحن عايزين منك $30 اللي استلمتها من تاجر الجملة تدفعها لنا. أوكي، لكن تخصم منها أي مبلغ أنت دفعته على مشترياتك. هل هو اشترى المصنع؟ أيوة، نعم، اشترى منتج من المزرعة، دفع عليه ضريبة، أيوة، دفع على $15. يبقى المصنع حيقول للهيئة الضرائب أوكي تفضلوا، دي $30 لكن أنا حخصم $15 لأني دفعتها إلى مورد معين اللي هو المزرعة. يبقى بيرفع الإقرار الضريبي، بيظهر في الإقرار الضريبي $30، بيخصم منها في جانب المبيعات طبعاً، لأن دي مبيعات. الكلام ده كله فواتير، في فواتير، كله فواتير، في فواتير، أوكي؟ بيخصم منه $15، هي عبارة عن الفاتورة اللي جاته من، عبارة عن الضريبة اللي ظهر في الفاتورة اللي وصلته من المزرعة. طيب تاجر الجملة again عمل باكينج، يعني غلف المنتج مش عارف عمل عليه ايش، وباعه الى تاجر التجزئه ب $300، وحاسب تاجر التجزئه بضريبه القيمه المضافه لانه تاجر الجمله كذلك مسجل في النظام الضريبي. تاجر الجمله حيعمل ايش الان؟ استلم 45 من تاجر التجزئه، لكنه دفع $30 الى المصنع، يبقى حيدفع كم للحكومة؟ حيدفع لهم $15 فقط، هي عبارة عن 45 حق الحكومة ناقصا $30 دفعها الهول سيلر إلى المصنع.
ويدفع له مصاري فقط اللي هو 15 دولار. طيب تاجر التجزئة باع المنتج نفسه اللي اشتراه من تاجر الجملة، باعه ب 400 دولار. طبعا لو حصلوا كل طرف يربح بعدين ببيع، صح؟ يربح بعدين ببيع. باعه ب 400 دولار لمين؟ لإند يوزر، المستهلك النهائي، مستر أحمد ولا مستر علي أو هو إيفر، باع له المنتج ب 460 دولار اللي هي 15% من ال 400. أوكي، تاجر التجزئة الآن حيعمل إيش بالنسبة للهيئة؟ حيقوم يقول لهم أنتوا عايزين مني 60 دولار تفضلوا، لكن أنا بخصم 45 دولار دفعتها إلى تاجر الجملة، تدفع فيخصم 45 دولار، يدفع برضو أجين 15 دولار إلى تاجر التجزئة. طيب خلي في بالك بعدين الـ end user، كويس؟ مسكين أخونا دي استلم المنتج ودفع 460، قبل قانون الضريبة كان بيدفع 400 فقط، المرة دي لما جي اشترى المنتج محل التجزئة قال له الآن المنتج صار سعره 460، لأننا سجلنا في نظام الضريبة، ونظام الضريبة بيفرض علينا إنه نبيع لك مع الضريبة، فتفضل إذا حبيت تدفع الضريبة هتدفع لنا 460، لأنه نحتاج للمنتج، ولأنه المنتج غير متواجد مثلا في السوق وطيبر، فدفع 460 وراح البيت، مش هيقدر يسترد ولا شيء من هيئة الضريبة، لأنه هو المستهلك النهائي، لأنه هو فرد وليس بيزنس. المعني بضريبة القيمة المضافة هي الأعمال أو الشركات، أوكي؟ الأفراد بيسجلوا في حالات خاصة يمكن نتكلم عنها بعدين إن شاء الله في الجزئية اللي خاصة بضريبة القيمة المضافة. Alright. طيب كم اللي وصل إلى هيئة الضرائب أو مصلحة الضرائب؟ المزرعة دفعت 15، المصنع دفع 15، الهول سيرة برضو دفع 15، الريتيلر اللي هو تاجر التجزئة دفع 15. كم اللي وصل الهيئة، هيئة الضرائب أو مصلحة الضرائب؟ وصلها 60 دولار. طيب مين اللي تحمل 60 دولار؟ أحمد، أوكي، هو أحمد يتحمل 60 دولار وراح البيت، فكل الضرائب اللي تم دفعها دي يتحملها في النهاية المستهلك النهائي، وهو المعني. شركات معنية بإيش؟ بتطبيق القانون، وفوترت الشركة، فوترت عملائها، أوكي، طالما هم مسجلين، وسداد الضريبة المستحقة إلى الهيئة. لكن اللي أي طرف يعتبر طرف نهائي يعتبر end user بيتحمل الضريبة وبيروح بيته، أوكي، حتى لو كان شركة برضو ما مسجلة في النظام يبقى بتتحمل الضريبة ولا تستطيع أن تستردها من التاكس أوثوريتي اللي هي هيئة الضرائب، لا تستطيع ولا يحق لها. أوكي، دي مقدمة سريعة جدا عن ضريبة القيمة المضافة، إن شاء الله حنتكلم عنها بتفصيل أكثر، وحنخش بعدين في عمليات كثيرة خاصة بالضريبة إلى أن نوصل إلى إعداد الإقرار الضريبي. So this is just an introduction about the value added tax. I hope it is clear. If not clear, please ask a question. Ask your question, please. أي سؤال؟ ما في سؤال، أعتقد أنكم فهمت الجزئية دي. الناس اللي طيب، في حاجة أنا ما قلتها، المصطلح مهم، تكلم عنه أخونا قبل قال ما فهمه، أي ضريبة على المشتريات بنسميها ضريبة مدخلات، وأي ضريبة على المبيعات زي الضريبة دي مثلا بالنسبة ال 15 دولار دي بالنسبة للمصنع هي ضريبة مخرجات اللي هي output VAT، وبالنسبة للمصنع هي ضريبة مشتريات أو ضريبة مدخلات اللي هي input VAT. نفس الحكاية، 30
دولار دي هي ضريبة مخرجات، لأن المصنع باع واستلم 30 دولار، ضريبة مخرجات للمصنع وضريبة مدخلات لمين؟ لتاجر الجملة، وهكذا. أوكي؟ طيب أنا حواصل. طيب company with zero 1000 cash دي قلناها طبعا، والقيد بتاعها تكلمنا عنه، قلنا من حساب البيتي كاش اكاونت الى حساب صندوق، الى حساب البنك فوري، يعني من حساب صندوق النثرية لانه هو الحساب اللي اخذ، يبقى لازم نحمله هذا المبلغ. لما نقول من معناه حملنا هذا المبلغ الى صندوق النثرية. اوكي، ونكتب الناريشن اللي هو عبارة عن withdrawal. withdrawal هو سحب، withdraw يسحب، withdraw سحب، withdrawal عملية السحب نفسها، withdrawal is the action, the action of taking the money from the bank مثلا، withdrawal، withdrawal from the bank for the petty cash اللي هو اللي هي عند في يد الكاشير، سحب نقدي من البنك لتغذية صندوق النثرية من الصندوق. okay. Okay, number three. On February 2, the company purchased an office furniture for 11,500. Now, there is a value added tax, 15%. قلنا ليش؟ لأنه there is an invoice here. There is a purchase invoice. Okay. فسألنا الأخ، نسيت الاسم معلش، وجاوب مشكور، إنه الحساب المدين هو حساب الأصول الثابتة. طيب كيف أنا أعرف؟ أنا إذا محاسب مثلاً لسه ما عارف حسابات ولا أعرف chart of accounts ولا أي شيء، كيف أعرف إنه في حساب اسمه حساب الأصول الثابتة؟ إذا ما درست في الجامعة يبقى مش هتعرف، وإذا درست في الجامعة ونسيته يبقى لازم تدخل كورس زي الكورس الحالي دي، أو تدخل في الإنترنت في اليوتيوب whatever، وتدرس المحاسبة وتشوف يعني بأي شكل من الأشكال you need to know the basics، لأن دي هي دي مبادئ المحاسبة، وأنت كمحاسب وجب عليك أن تعرف مبادئ المحاسبة، هتعرف أن في حاجة اسمها fixed assets هنتكلم عنه طبعا بالتفصيل الممل بعدين، وبعدين debit لإيش؟ لإنبوت باد. طيب هنعرف بعدين الخصوم والأصول بعدين وإلى آخره. فبنقول إنه الانبوت باد عبارة عن أصل متداول بالنسبة للشركة، أصل غير ثابت، أما الأصول الثابتة هي تعتبر يعني أما الفينيشر تعتبر أصول ثابتة، فينيشر أم فيتينجز تعتبر أصول ثابتة اللي هي الأثاث المكتبي والتركيبات، تعتبر أصول ثابتة وليست متداولة. أوكي، ف بنجري عليها ما يعرف بالاستهلاكات بعدين عشان نحمل قيمتها دي على فترة زمنية هي المدة الافتراضية أو المحتملة لخدمة هذا الأصل الثابت للشركة. بعدين نتكلم عن الكلام ده. كريدت بانك، أوكي، يبقى إلى حساب البنك 11500. طيب وتكتب طبعا إيش الملاحظة، إنه القيد ده عبارة عن إيش. Okay. So far, we have seen how you can identify the accounts to be debited and credited by testing who is the receiver who should be debited and who is the giver who should be credited. تعرفنا على اتباع طريقة الحساب الأخذ والحساب المعطي لتحديد المدين والدائن. Okay. However, it is not always easy to tell whether this account is the giver or that account is the receiver. مش في كل الأحوال تقدر تعرف. يعني طيب أسوي إيش أنا بعدين؟ كيف أعرف إن الحساب هذا دائن أو مدين؟ Okay, so this is an emoji, puzzle emoji. محتار. لكن ليس من السهل دائما التعرف على الحساب الآخذ للتعامل معه على أساس أنه الحساب المدين، والحساب المعطي للتعامل معه على أساس أنه الحساب الدائن. ليش؟ لأنه أحياناً بتكون في حسابات زي depreciation و fixed assets provision transactions، حسابات ما فيها عملية الطرف المعطي أو العاطي والطرف الآخذ،
مش بالسهولة إنك تتعرف عليهم من خلال المعاملة نفسها أو الترانزاكشن نفسه، أوكي، أو القيد المحاسبي. يبقى قد يعني تفكر شوية قبل ما تتعرف على الجزء الطرف المدين أو الطرف الداعم، مثلا قيود الاستهلاكات المخصصة. طيب أسوي إيش أنا إذا ما إذا في، هل في طريقة أخرى؟ أخونا عبد الله قال في طريقة، اللي هي عملية إنه أنا أعرف الحساب بطبيعته، وأعرف بالتالي إذا الحساب بطبيعته مدين، يبقى إذا دخل عليه مبلغ يبقى لازم المبلغ ده الحساب ده يكون مدين، وإذا الحساب بطبيعته دائم ودخل عليه كذلك مبلغ أو حصلت معاملة مالية تتعلق بهذا الحساب، يبقى هذا الحساب سيكون دائم، هذا المبلغ قصدي هذه المعاملة ستكون تروح في الطرف الدائم لهذا الحساب. طيب الطريقة الثانية هي إنه نتعرف على طبيعة الحسابات، كويس؟ Another way to know which accounts by nature، بطبيعتها يعني by nature are debits and which accounts by nature are credits، أوكي؟ طريقة أخرى للتعرف على أي الحسابات بطبيعتها دائما مدينة، وأي الحسابات بطبيعتها دائما دائنة، أوكي؟ إيش هي الطريقة دي؟ هي طبيعة الحساب نفسه. طيب نحن نقول إنه الأسيتس are always debit، خلاص الآن دخلنا في عملية طبيعة الحسابات. طيب أنا أعرف كيف أعرف الأسيتس والليابيليتيز والأشياء دي، هنعرفها إن شاء الله. Assets are always debit or in debit. الأصول اللي هي الأصول أو المودودات دائما مدينة، ما نترجمة لنفس الجملة، Assets are always debit، الأصول دائما مدينة، أوكي. Liabilities are always in credit، اللي هي الخصوم أو المطلوبات يسموها أحيانا دائما دائنة. Shareholders equity is always credit، اللي هو حقوق الشركاء أو المساهمين دائما دائنة بطبيعتها. ريفينيو بطبيعته دائما دائن، الإيرادات بطبيعتها دائما دائنة، أوكي. إكسبنسز أوكي بطبيعتها دائما مدينة، اللي هي المصاريف أو النفقات بطبيعتها دائما مدينة. يبقى عندنا one group اللي هو الأسيتس مدينة دائما، المصروفات مدينة دائما، ما عدا ذلك اللي هم الثلاثة جروبس الثانية اللي هي الخصوم وحقوق الشركاء والإيرادات دائما دائما. أنا قلت الأصول والمصروفات دائما مدينة، الخصوم حقوق الشركاء والإيرادات دائما دائنة. فأنت عشان تحفظ، طبعا حفظها مطلوب، لكن بجانب الحفظ مطلوب إن الواحد يمارس العمل، يعني يتمرس على الشغل عشان يعرف الأصول إيش هي والخصوم إيش هي، حقوق الشركاء والإيرادات والمصروفات. إذا أنت ما متمرس عليها يمكن ما تعرف إيش يعني الإيراد، إيش يعني المصروف، مش عارف إلى آخره. فخذونا نأخذ الآن شوية أمثلة، نفس الكلام طبعا بس بشكل آخر مختلف، قد يسهل عملية الحفظ يعني. خلينا نأخذ أمثلة من الأصول، assets، examples of assets، okay، أصول buildings، cars، fittings، lands، دي بنسميها الأصول الثابتة، الأصول الثابتة، okay، بس هي بتقع في جانب الأصول اللي هو دائما شنو بطبيعته مدين، اللي هي مباني، سيارات، أثاثات، تركيبات، أراضي. دي الأصول اللي بتملكها الشركة بنسميها الأصول الثابتة، وهي بطبيعتها قلنا دائما مدينة. investments استثمارات كذلك، استثمارات يعني الشركة بتملك، يعني الشركة نفسها استثمرت في جهة أخرى أو جهات أخرى، يبقى استثمرت أموالها، يبقى أصبح عندها أصول في جهات أخرى، يبقى بالتالي هي تعتبر أصول، معناها بتقع في الجانب تبع الأسيتس اللي هي مدينة بطبيعتها. كاش
كاش إكويفالنس أو ما يقابل الكاش أو ما يعادل ما في حكم الكاش النقد في البنوك مثلا، كلها تعتبر أصول الشركة مش كده؟ فهي مدينة بطبيعتها. أنا طبعا بتكلم بالطريقة دي عشان إيش الناس اللي ما فاهمة حتى إيش عن أصول، فلازم نديهم فكرة عن أمثلة عن بعض الأصول اللي هي أكثر يعني شهرة وأكثر أكثر يعني استخداما في تقريبا جميع الشركات. يعني كل الشركات عندها أصول ثابتة، كل الشركات ما كلها عندها investments لكن بعضها عندها investments، كل الشركات عندها كاش وعندها حسابات بنكية، كل الشركات غالبا عندها accounts receivable اللي هي ذمم مدينة لما يبيعوا بضاعة بالآجل بينشأ عندهم حساب بنسميه حساب الذمم المدينة. When they sell goods on credit an account is created which is called the accounts receivable، فيعتبر ده أصل الشركة. أوكي، و ايش اللي بيقابل ايش اللي بيدعم اللي بيدعم هذا الاصل؟ هو الفواتير، فواتير البيع اللي تمت بالنسبه للعملاء. انفنتوري المخزون، لما تشتري بضاعه تحطها عندك في مخازنك تعتبر انفنتوري نسميه المخزون، سلع مخزون سلعي برضو احيانا يسموها، فدي بتعتبر كذلك اصل من اصول الشركه. صح، انت دفعت فلوس واستلمت، نفس الشخص العملاء ديل اللي انت بعت لهم البضاعة، بالنسبة لهم البضاعة دي تعتبر مخزون سلعي، بالنسبة لهم البضاعة دي أصل، انت بالنسبة لك هم الحساب هم عندك عبارة عن أصل. أوكي، الانفنتوري عندهم عبارة عن أصل، advances to suppliers، prepaid expenses اللي هي مدفوعات مقدمة للموردين، انت دفعت للمورد مبلغ قبل ما يورد لك البضاعة، هذا المبلغ يعتبر أصل عندك إلى أن المورد يجيب لك البضاعة. أوكي، فبتخليه في دفاترك كأصل، فلما المورد يجيب لك البضاعة يبقى تحول تعمل قيد عشان تزيله من مدفوعات مقدمة للموردين. بعدين حنعرف التفاصيل إن شاء الله. مصروفات مدفوعة مقدما كذلك، دفعت إيجار عن سنة كاملة وانت خلصت 3 أشهر من هذه السنة، يبقى إيجار 9 أشهر المتبقية يعتبر أصل عندك في دفاترك، يعتبر أصل حق منها، لأنك ممكن تلغي العقد في الشهر النهاية الشهر الثالث، ولسبب إخلال بالعقد من جانب الجهة اللي انت مستفيد منها، فقانونا عليه أن إذا ثبت ذلك يعني قانونا عليه أن يعيد لك مبلغ التسعة يعني ما يعادل إيجار 9 أشهر. يبقى إيجار 9 أشهر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن أصل بالنسبة لك إلى أن يتم إطفاؤه، حاجة بسميه إطفاء برضه هنعرفها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، إطفاء المصروفات المدفوعة مقدمة. أوكي، ضريبة المدخلات، لو في ناس طبعوا يا جماعة المذكرة أنا أضفت الآن هنا ضريبة المدخلات. أوكي، فأضيفوها عندكم عشان ما ننساها يعني، كذلك تعتبر إيش؟ أصل من الأصول، لأنك أنت تدفع ضريبة مدخلات وأنت مسجل في النظام، يبقى من حقك أنك تسترد هذا المبلغ من هيئة الضرائب، تسترده من هيئة الضرائب أو من مصلحة الضرائب، يبقى هو أصل في دفاترك إلى أن تسترده. طيب، A few accounts relating to assets are in credit by nature. تقول الأسس كلها، الأصول كلها هي بطبيعتها مدينة، لكن في حسابات تعتبر في مجموعة الأصول لكنها دائنة بطبيعتها، دي بنسميها contra accounts اللي هي حسابات مقابلة للأصول. زي إيش مثلا؟ زي accumulated depreciation اللي هو مجمع استهلاكات الأصول الثابتة. وين ده بنخليه مع liabilities في الميزانية؟ لا، بيخليه مع الأصول لكنه بالكريدت، لأن الأصول مدينة، يبقى بيخليه بالكريدت. ليش؟ لأننا حنخصمه بعدين من قيمة الأصول الثابتة ونصل إلى ما يسمى بالأصول الثابتة نت، اللي هي صافي الأصول الثابتة، هو اللي بيظهر عندنا في الميزانية العمومية أو في قائمة المركز المالي. تسمية جديدة بالنسبة للميزانية العمومية هي قائمة المركز المالي. زي إيش تاني؟ زي provision for accounts receivable،
برضو إذا عندك ديون عايز تعمل لها مخصص، مخصصات ذمم المدينة، لأنه بعض العملاء تأخروا في السداد أو تماطلوا في السداد، يبقى بتعمل لهم مخصص عشان تقول للناس اللي بيقروا بعدين الميزانية إنه يا جماعة أنا عندي ديون عبارة عن 1,000,000 ريال مثلا، لكن في منها 200,000 عبارة عن مخصص أنا عملته لبعض الديون اللي أنا شاك في أنها سيتم تحصيلها، لأن العملاء طالبناهم عدة مرات وما دفعونا، يبقى بنعمل لهم مخصص في الدفاتر. هذا المخصص يعتبر مقابل لحساب الأصول لحساب العملاء، يبقى هو هذا المخصص دائن لكنه وين؟ في جانب الأصول، اللي هي الأصول في حالة زي دي ذمم العملاء، يبقى بنخصم من ذمم العملاء. Accumulated Amortization of Intangible Assets نفس الحكاية برضو زي المصروفات المدفوعة مقدمة، بنعمل لها ما يسمى بالAmortization اللي هو إطفاء، إطفاء كويس، فالإطفاء ده كذلك بيكون دائم لكنه وين؟ في جانب الأصول، يبقى هو حساب مقابل للأصول اللي تبعتها مدينة. أوكي، Liabilities قلنا بطبيعتها بتكون دائمة، أمثل على Liabilities زي إيش؟ زي حسابات الموردين، يعتبر التزام على الشركة Liability التزام Liability. أوكي، Liabilities الجمع Accounts Payable اللي هي ذمم الموردين تعتبر التزام على الشركة. ليش؟ لأن الشركة اشترت منهم بالآجل ولم لم تقم بتسديد المبالغ مقابل الشراء، يبقى هذه المبالغ تعتبر التزام على الشركة، يجب عليها سداد هذا الالتزام، فيعتبر هو liability أو التزام، أو من ضمن الخصوم أو المطلوبات إذا عايزين نتكلم بلغة الميزانية العمومية. أوكي، accrued expenses salaries taxes دي كلها تظهر في الدفاتر باستمرار، دائما يكون عندك في نهاية السنة يكون عندك مصروفات أو رواتب مستحقة لسه ما دفعتها، أو ضرائب مستحقة أو زكاة مستحقة لم تدفع بعد، تظهر في دفاترك وتعتبر التزام again عليك، فالالتزام دي دائم بطبيعته، أو هو ده مثال من أمثلة liabilities. أوكي، loans from the banks تأخذ قرض من البنك، أوكي، أو من أي جهات أخرى دائمة، يبقى هذا القرض يعتبر التزام ويصنف من ضمن liabilities. Advances from customers، قبل شوية قلنا advances to suppliers، يعني أنت دفعت للموردين لكن الموردين أنت استلمت من العملاء مبالغ مقدما، استلمتها مقدما قبل توريد البضاعة، قبل تسليم البضاعة أو قبل تقديم الخدمة، هذه المبالغ تعتبر liability عليك. أوكي، إذا استلمتها لكن لسه أنت ما قدمت الخدمة أو ما سلمت البضاعة، هذه المبالغ التزام عليك، يجب أنك تسجله في دفاترك كالتزام وليس كإيش؟ ممكن حد يقول لي ليس كإيراد، لأنك لسه أنت ما سلمت البضاعة أو ما قدمت الخدمة، مدفوعات مدفوعة مقدما من العملاء وكذلك تسمى إيرادات مؤجلة، فهي التزام. Output bad برضو يا أخوانا سجلوا، الناس اللي طبعوا إذا أمكن ضيفوا أو عدلوا، في الحقيقة أنا كنت كاتبين خطأ. Input bad هي الليابيليتي اللي عليك، هي Output bad اللي هي الضريبة اللي على المبيعات، الضريبة اللي انت حملتها إلى عملائك عندما قمت بعمليات البيع بالنسبة لهم. Output bad، فالـ Output bad is a liability، it is a يعني تعتبر التزام عليك، أوكي، تدفعه لهيئة الضرائب، لكن قلنا بتعمل إيش بعدين قبل ما تدفعه؟ بتشوف هل أنت دفعت أي ضرائب، قيمة ضريبة قيمة مضافة لمشترياتك إذا كان من سلع أو خدمات ولا لا، إذا دفعت يبقى بتخصم ما دفعته من ما استلمته من عملائك وبتسدد للهيئة الصادرة. ضريبة المخرجات قلنا اسمها طبعا، خلينا نركز عليها شوية.
اللي هي الاوتبوت فات كنا اسمها ضريبه ايش؟ المخرجات. اوكي عشان ما ننسى الاسم، ضريبه المخرجات كانه لها علاقه باخراج البضاعه او اخراج الخدمه. مدخلات كانه لها علاقه بدخول الخدمه او دخول المشتريات اللي هي الانبوت فات عكسها طوالي. عمر بابك تفضل. معليش عفوا على المقاطعه يا استاذ. هنا في الاكونتس بيبل خلينا نقول ان عشان الطبيعه بتاع الحساب ده انه هو كريدت، يعني دائما الاكونتس بيبلز السبلايرز بيكونوا كريدت، لانه في النهايه الديبت بيكون مثلا الانفنتوري او البنك. أيوة. او كده صح؟ ايوه ايوه دي الفكره يعني. اوكي 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 انت عايز تتكلم هنا عن انه المستلم مثلا المعطي والاخذ وكذا يعني بنفس النظريه. اي بس الان بنتكلم عن طبيعه الحسابات نفسها، عايزين الناس تفهم انه طبيعه الحسابات الاكاونتس بيبل او اللايبيليتيز طبيعتها دائمه باستمرار. جميل، ملاحظه كويسه. الان الشير هولدرز ايكويتي برضه كريدت بطبيعتها لحقوق الشركاء زي ال 200,000 دي دائنه زي ما شفناها في دخلت في الشير كابيتال، يبقى هي دائنه دخلت. قلنا حساب البنك was debited من حساب البنك الى حساب الشير كابيتال او راس المال، فراس المال بطبيعته دائن. اوكي، وكذلك الارباح المحتفظ بها اللي هي retained earnings او retained profit or loss. طبعا لو loss ما بكون دائن بكون مدين، لكنه لازم يكون في جانب راس المال، جانب حقوق الشركاء. تريجري ستوك حنعرف ان شاء الله فيما بعد، اللي هي سندات اسهم الخزينه بتكون مدينه، وتعتبر هي حساب مقابل في حقوق في مجموعه حقوق الشركاء. ستاتيوتري ريزيرف اللي هي الاحتياطي النظامي او الاحتياطي القانوني، وبعدين جنرال ريزيرف اللي هو الاحتياطي العام، دي كلها في مجموعه بتظهر في ميزانيه في مجموعه حقوق الشركاء. اوكي، وبتكون طبعا دائنه قلنا بطبيعتها. اونرز كرنت اكاونت غالبا شركاء حساباتهم بتكون غالبا اما دائنه او مدينه، يعني يعتمد اذا الشريك باستمرار بيستلم كاش من الشركه او بيسحب كاش من الشركه باستمرار، يبقى حسابه حيكون ايش؟ مدين ولا دائن؟ حساب الشريك اذا بيستلم باستمرار كاش من الشركه بيكون حسابه مدين صح؟ اذا الشريك بيدفع للشركه عشان يدعم مثلا الكاش فلو، يدعم التدفقات النقديه، يبقى حسابه حيكون دائن. ففي كل في كل الحالتين حساب الشركة يجب انه يظهر من ضمن حقوق الشركاء او المساهمين. نجي للجزئيه الاخيره، الجزئيتين الاخيرتين اللي هم لهم علاقه ببعض، اللي هم الريفينيوز قلنا دائما دائنه، اللي هي الايرادات، والايرادات تتمثل في ايرادات المبيعات، ايرادات الخدمات مثلا، إيرادات فوائد أو أرباح إذا عندك مبلغ مودع في البنك كوديعة مثلاً بيجيك منه أرباح أو بيجيك منه فوائد تعتبر إيرادات برضو. ولكن مع الإيرادات بتظهر معنا أحياناً مرتجعات أو خصومات للعملاء بنقدمها. خصومات أو المرتجعات دي بطبيعتها مدينة لكنها بتظهر في جانب المبيعات، يبقى هي حسابات مقابلة. حسابات مقابله قلنا سيلز ريفينيو سيرفيس او سيلز ريفينيو انترست ريفينيو سيلز ريتيرنز او سيلز ديسكاونتس دي ذيس ويل بي ان ديبت بس اني واي دي شود بي بارت اوف ذا ريفينيوز جروب ذا جروب اوف ذا ريفينيوز. اوكي هنعرف بعدين الجروب اكاونتس والحسابات بانواعها المختلفه لما نتكلم عن الشارت اوف اكاونتس ان شاء الله. اوكي any other types of sales او اي نوع اخر من المبيعات او من الايرادات بتظهر عندنا دائنه في مجموعه الايرادات. اوكي مصاريف حدث ولا حرج، ما كثيره طبعا جدا المصاريف. اوكي مدينه بطبعها، cost of sales marketing expenses salaries and wages rent expenses
government fees, bank charges, etc., etc. A lot of items actually go into the or accounts go into or under the expenses and costs. Okay, a lot. هي المصروفات ودائما قلنا مدينة مصروفات طبعا كثيرة جدا أمثلة للمصروفات تكلفة المبيعات مصاريف التسويق رواتب الأجور إيجارات منافع الكهرباء والماء رسوم حكومية ومصاريف بنكية إلى آخره إلى آخره والقائمة تطول هذه تعتبر مدينة بطبيعتها أوكي طيب في سؤال هنا عن طبيعة الحسابات قبل ما نمشي لشوية أسئلة نحن we are about to finish خلاص في أي سؤال عن الحسابات والجروبات اللي خمسة اللي تكلمنا عنها اللي هي الأسيتس والمصروفات مدينة الخصوم وشيرهولدرز إكويتي اللي هو حقوق الشركاء والإيرادات دائنة بطبيعتها كويس فدي انتوا لازم تفهموها بهذا الشكل انه هذه الحسابات مدينه انت لما تجيك عمليه محاسبيه اول شيء بتعملوه او عمليه ماليه اول شيء بتفكر انه ايش الحسابات اللي متاثره بهذه العمليه اورايت ده رقم واحد رقم اثنين طيب ايش الحساب اذا وصلت الى هذه الاجابه يبقى السؤال الثاني ايش هو الحساب الدائم ايش هو الحساب المدين فاذا انت وصلت انه والله المبلغ ده عباره عن مصاريف تسويق اوكي طيب ما دام قلت كلمه مصاريف يبقى هذا المبلغ المصروف تبعه لازم يكون مدين يبقى الجانب الدائم ايش اما الكاش او البنك او اذا انت اخذت ما دفعت يعني يبقى حيكون عندك جانب مدين جانب دائم مصاريف مدينه والجانب الدائم قد يكون شركه معينه مثلا يعني قدمت الخدمة إلى آخره، أوكي؟ حتكون الشركة دي دائنة في دفاترك إلى أن تقوم بتسديد المبلغ المطلوب منك مصدر هذه المصاريف. أوكي؟ إذا ما في سؤال يبقى أنا أسألكم إن شاء الله. We have three small questions. هنقول السؤال عن كل طبعاً عن double entry system الأسئلة دي سهلة جداً. So the double entry system is نظام القيد المزدوج هو Management Reporting System نظام لإعداد التقارير الإدارية هل هو كذلك؟ Financial Statement Preparation System Double Entry System هو عبارة عن نظام لإعداد التقارير المالية هل الكلام ده صحيح؟ Is that true? Double entry system. Recording system. نظام للتقييد أو لتسجيل. تسجيل في الدفاتر يعني. كلام ده قد يكون صحيح جزئيا احتمال. ولا ما صحيح. Tell me. Debit and credit determining system. هو نظام للتعرف على المدين والدائن. So which answer is the right answer you think? اللي عارف يرفع يده إذا أمكن. C. C which is مين قال C معلش؟ أنا خليل أنا. خليل أهلاً أهلاً بك. خليل قال C أوكي أي إجابة تانية؟ أنا بختار الأسماء من هنا علي الحواتي أنا شوف عندي قاعد أحب لكن لو سامعيني سامعينك ممكن سي ودي ممكن دي أصحى وسي ممكن تكون صح لكن دي أصحى دي أوكي يبقى يعتبر إجابتك هي دي أوكي خالد أمين الإجابة الرابعة دي دي عمار عمار ما بكر
عمار اوكي اخونا عبد الله كنت رافع يدك انت؟ ايوه يا استاذ معاك معاك يا استاذ. ايوه عمار ايوه ثماني سوري عمار معلش. الاجابه رقم دي. دي اخ عبد الله ايوه مع حضرتك الاجابه دي لانه نظام القيم والذوق نظام لتحليل اطراف العمليه الماليه للمدين والدائن يعني تحليل اطراف العمليه مدين ودائن فهي دي اصح يعني صح. يبقى الاجابه الصحيحه هي دي مظبوط. اوكي answer دي is correct. طيب سؤال ثاني features of double entry system are يعني من اهم خصائص نظام القيد المزدوج خصائص يعني بتصف بشنو يعني نقدر نوصفه كشنو يعني هو نظام ايش هو عباره عن ايش. it has two parties هنا في اربع اجابات وبعدين السؤال بيكون في الجزئيه اللي بعد كده. it has two parties receiver and giver عنده طرفين نظام القيد المزدوج عنده طرفين طرف عاقد وطرف معطي. I think we repeated this a lot وقلنا الكلام ده كذا مرة. Total amount of debit will be equal to the total amount of credit. هل ده من خصائص نظام القيد المزدوج إنه إجمالي الطرف المدين يساوي إجمالي الطرف الدائن. Receiver is debit and giver is credit. الطرف الآخر مدين والطرف المعطي دائن. Receiver is credit and giver is debit. العكس يعني الطرف الآخر دائن والطرف المعطي مدين. Alright. Answer A 1 and 2. Answer B 2 and 3. Answer C 1, 2, and 4. Or answer D 1, 2, and 3. Which answer is correct? طيب الناس اللي أخذت فرصة تاني ما حديهم فرصة. أخ عبد الله أخ علي لا عايزين أسماء جديدة. محمد تفضل. This is the correct answer. Samsung أو محمد Samsung اللي اسمه Samsung ما عندك نت صوتك ما واضح أفتح المايك من عندك عارف تفتح المايك كيف أفتح المايك من عندك try you try صالح صالح برضو صالح تفضل. الإجابة اي ما في اي عندنا هنا عندنا A B C D A ما في اي هي دي بنفسها دي ارقام بسموها ايش هي رومان نمبرز تقريبا الارقام هي 1 2 3 4 الإجابة A ايه معناها واحد واثنين هم الصحيحات صح؟ نعم ما عدا ذلك خطأ معناها ثلاثة وأربعة خطأ صح؟ لا الثالثة صحيحة الطرف يعني الآخر مدين والطرف طيب والطرف يعني الإجابة شنو؟ يعني إيش الإجابة تكون؟ الإجابة رقم واحد واثنين وثلاثة دي صحيحات اللي هي أي حرف من الأحرف A والبي والسي لا أنت ما فهمتني الإجابات هنا إما إنه A هي الإجابة الصح أو B هي الإجابة الصح أو C هي الإجابة الصح أو D هي الإجابة الصحيحة. إيه هي الإجابة الصح؟ إيه هي الإجابة الصح؟ أنت قبل أجبت الصح بعدين ثاني رجعتها. طيب أوكي لا إيه مش A الإجابة الصحيحة بس أنت نعم. قلت إنه أنا قلت لك الثالثة يعني رقم ثلاثة ورقم أربعة غلط أنت قلت لي لا لا رقم ثلاثة صحيحة. طيب anyway فكر شوية صالح معلش. علي عثمان أيوه الإجابة رقم دي دي علي عثمان دي أحمد السلام عليكم. عليكم السلام.
الإجابة دي دي أوكي. نعم. مين تاني معنا؟ عبد القادر وعبد الله برضو، بديك فرصة عبد الله برضو. عبد القادر، عبد القادر أوكي، فاتح المايك أنت. علي عثمان جاوبت يا ترى؟ جاوبت صح؟ اللي بيجاوب ينزل يده إذا أمكن. اللي بيجاوب ينزل يده. أوكي. أضغط على علامة اليد، علامة الكف بتنزل. نور الدين، نور الدين جاوبت؟ نور الدين did you answer؟ أوكي، anyway. الإجابة الصحيحة هي دي. طبعا يا جماعة نوع الأسئلة كثير جدا بيمر في الشهادات المهنية. واحدة من أهداف الكورس اللي كاتبينها actually في الفورم بتاع التسجيل إنه الكورس ده قد يأهلك إن شاء الله، قد يأهلك إلى أو قد يخليك تفكر في الانتساب إلى واحدة من الدورات اللي خاصة بالشهادات المهنية الأعلى زي الـ CIA مراجعين، مراجع الداخلي أو CPA CMA أو حتى ACCA البريطانية اللي صعبة شوية. فالكورس ده إن شاء الله إن شاء الله يأهلك إلى، ما بنقول يأهلك نو أنا غلطان في الكلمة، لكن بنقول إنه يخليك تفكر بثقة تامة إن شاء الله إنك to join one of these courses and to go up actually and not remain as an accountant only. ما تخليك بس محاسب وخلاص، لا، فكر في أنك تكون رئيس حسابات، مدير مالي إلى آخره. أوكي تفضل. في السلام عليكم. نخلص بس سؤال واحد ونديك فرصة بعد ما خلص السؤال الأخير إن شاء الله. أوكي طيب، السؤال الأخير معلش أدونا فرصة، آخر سؤال بس. طيب which one of the following is not a financial transaction؟ ده سؤال ركزوا فيه شوية. أوكي لأن قبل تكلمنا قلنا مين هنا اللي عنده شوية صوت، يعني منذر I am sorry I have to mute you and I did. Which of the following is not a financial transaction؟ طبعا يا جماعة كلمة transaction كتير معنا كثير، اللي هي معاملة. financial transaction معناها معاملة مالية، يمكن فات علي يركز عليها لكن أفهموها تماما، يعني financial transaction تعرفوها تماما. financial transaction معناها معاملة مالية. السؤال هنا حيكون أي من المعاملات التالية لا يعد معاملة مالية؟ طيب فاطمة started a new business with cash of $50,000. Fatima started a new business with cash of $50,000. بدأت فاطمة مشروعا جديدا بمبلغ نقدي قدره $50,000. هل هذه معاملة مالية أم لا؟ فاطمة received a price list from the suppliers. فاطمة حصلت، أو حصلت فاطمة على قائمة أسعار قائمة أسعار من الموردين. دي معاملة مالية ولا لا؟ أوكي سي received $10 interest from the bank. استلمت $10 من البنك، أو البنك دخلها في حسابها $10 عبارة عن فائدة بنكية أو ربح. أوكي حمار أنا مفروض أعملك المرة الجاية إن شاء الله co-host عشان ساعدني في عملية تكفير المايكات اللي بتطلع أصوات شوية، معلش الناس برضو بتكون ما منتبهة. يعني received $10 interest from the bank. أوكي استلمت $10 من البنك. حصلت فاطمة على قائمة أسعار من الموردين وبعدين حصلت على $10 فائدة من البنك. طيب أي واحد من أوكي في برضو معاملة رابعة اللي هي paid salaries of 5,000. دفعت 5,000 عبارة عن رواتب للموظفين. All right.
أي واحدة من المعاملات الأربعة دي لا تعتبر معاملة مالية. بي 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 قلتوا إيش؟ بي بي ولا إيش؟ ولا سي؟ بي 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 ولا ما عندنا بي. نور الدين معك يا نور الدين. أهلا وسهلا أستاذ. الله يخليك. معك نور الدين كده سامعني كويس؟ سامعك مظبوط. الإجابة بي. بي أوكي. في إجابة ثانية؟ ولا كلكم متفقين على إنه الإجابة بي؟ الإجابة بي اتفاق. الإجابة بي صح. بي هي المعاملة الوحيدة اللي لا تعتبر معاملة مالية. أوكي. شكرا لكم. انتهينا اليوم شوية أخرتكم عليه شوية يمكن ربع ساعة. لكن في واحد عنده سؤال. والله أنا ما كنت فاتح الأسماء، ما كنت فاتح القائمة، لكن أحد الأخوان سأل سؤال. تفضل دلال. أخت دلال أنا بكفي المايك تبعك عشان الصوت شوية. تفضل. مين عنده سؤال يا جماعة؟ هو asked a question. مين سأل سؤال قبل شوية؟ خالد تفضل. خالد أسامة محجوب مجدي. السلام عليكم أستاذ طاهر. وعليكم السلام سيد مجدي. كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله فيك يا أخي. الله يديك الصحة والعافية يا أخي. والله شاكر لكم كثير و أستاذ دكتور عمر وكل أعضاء الورشة. يعني نحن جايين متأخرين يعني طولت جدا يعني الآن خاش وأنا بكلمك من خلا زي ما أقوله. يا ريت اتفضل. يا ريت عليك الله ممكن تسجيل ترسلونا تسجيل لأنه ممكن نلقى زمن نسمع ثاني. أيوة المحاضرة مسجلة بنزلها في الجروبات إن شاء الله. مشكور جدا مشكور كتر خيركم كثير على جهدكم. العفو. سؤال لو سمحت يا أستاذ. اتفضل. انا الحقيقه بس اللي هي انا امام انا خشيت في المحاضره متاخر شويه في الحقيقه، لكن يعني بفكر ان هي قائمه مركز مالي اللي تعرض قدامنا دي. هي قائمه مركز مالي اللي هي ايش؟ هي قائمه مركز مالي يعني او ميزانيه اللي تعرضت قدامنا دي. تعرضت قدامكم اليوم اللي هي ستيتمنت فاينانشال ستيتمنت. فاينانشال ستيتمنت معناها قائمة مركز مالي. أيوة بس اليوم أنا ما عرض قائمة مركز مشكلة مالي. اللي هي ميزانية يعني تحتوي على يعني خصوم وإيكويتي حب ملكية. تقصد إنه لما جينا عشان نعرف الحسابات المدينة بطبيعتها والدائنة بطبيعتها. أيوة نعم 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 صح 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 يعني البنود اللي تعرضت دي هي بنود قائمة مركز مالي أليس كذلك؟ أو حساب أرباح وخسائر. هي حساب أرباحه هي أقرب لقائمة مركز مالي لأنه حساب أرباح خسائر نتيجته بندي واحد داخل قائمة المركز المالي اللي هي النت بتاع الصافي الأرباح والخسائر. ده بعدين أنت وصلت لحدي اتكلمت عن الإيكويتي رأس المال المدفوع والاحتياطيات كلها. أنا أفتكر في حاجة ناقصة في القائمة دي الأوف بالانس شيت ما تكلمت عنها. لا دي معليش نحن لسه ما نتكلم الآن عن الميزانية والأوف بالانس شيت والريتيند إيرنينجز والنت بروفيت اللي بيمشي بتقفل الحساب الأرباح والخسائر بتقفل كله في النت بروفيت في النهاية. والنت بروفيت بيمشي as part of the shareholders equity. إذا أنا سبقت الأحداث معليش أنا آسف. التفاصيل المملة دي جاية إن شاء الله بعدين. بعدين حنتكلم عن كل جزئية من جزئيات الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والكاش فلو. كويس حنوريكم كيف تحضروا الكاش فلو والشيرهولدرز إيكويتي تشينجز. كويس بالتفاصيل المملة أصلا هو ده. بس أنا ليش يعني بديت بالبيزكس دي لأنه في ناس معانا هنا قد ما يكونوا عارفين حتى الديبت والكريدت يعني معليش سوري. صحيح صحيح. أنا آسف جدا معليش يا أستاذ أشكرك. لا لا جميل جدا حطك في محله حتى بقيه الناس يعرف انه انت ما سالت عنه شيء جوهري جدا.
يعني من حقك تسأل عنه، لكنه ليس هذا أوانه، إنما أوانه إن شاء الله لما نصل إلى المنطقة بتاعت إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. تحليل بنود الميزانية. بارك الله فيك مرتين. الله يخليك. الأخ أسامة محجوب، المايك بتاعك مفتوح. أخ مجدي،